بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله، برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مشاهدي صدى البلد في كل مكان. حلقة جديدة وملعب البلد، ملعب البلد النهاردة معانا شوية أخبار انتظروها. كمان عندي عاوز أبدأ بكأس أو دوري السوبر الإفريقي اللي أعلن عنه متسبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والعرض في الكونجرس الخاص بالكاف واللي كان موجود في تنزانيا خلال اليومين الماضيين. ليه عاوز أبدأ بالسوبر الإفريقي؟ لأن السوبر الإفريقي هيبقى له تبعيات كبيرة جدا على شكل الدوري المصري لكرة القدم الموسم القادم. خدوها عنوان عريض، إن دوري السوبر الإفريقي هيبقى له تبعيات كبيرة جدا، وربما يتم تغيير شكل الدوري المصري في موسمه القادم بسبب دوري السوبر الإفريقي. طيب تعالوا مع بعض نقول حكاية دوري السوبر الإفريقي عشان الناس تفهم الليلة ماشية ازاي. عمنا موتسيبي الجنوب إفريقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تم انتخابه في مارس 2021، والراجل ده قريب جدا من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكلنا فاكرين ان هم كانوا عاوزين يعملوا دوري السوبر الاوروبي، ولكن الفكره فشلت هناك، لان هناك اصحاب راي، يعني كل واحد بيقول كلمته. هنا القاره الافريقيه ما زلنا بنلعبها بالمال لغايه دلوقتي، يعني مش عفوا مش المال اللي انا ادي له فلوس، لا، ان انا حدي جوائز كتيره وبالتالي اغراءات للانديه داخل القاره الافريقيه. تعرف ان السوبر الافريقي اللي اعلن عنه وخد موافقه الكونجرس الافريقي خلال يومين الماضيين هيبقى 24 فريق، وده هيبدا من اغسطس 23 2023. يبقى اول خطوه ان الدوري ده هيبقى من 24 فريق وهنبتدي في اغسطس 2023. الجوائز المجمله للبطوله دي 100 مليون دولار، رقم كبير ورقم مهول بالنسبة للأندية في القارة الإفريقية. لك أن تعلم أن اللي هيفوز بالبطولة هياخد 10 مليون دولار، الفائز الأول بالبطولة هياخد جايزته 10 ملايين دولار، مبلغ برضه مش شوية، لو جينا في المصري يعني حتى بتتكلم في 150 مليون جنيه مصري. طيب إيه اللي هيحصل في دوري السوبر الإفريقي؟ وليه الفكرة كمان لاقت قبول داخل أندية القارة الإفريقية؟ أقول لحضراتكم إن الأول التوزيع هتتم ال 24 فريق 8 8 8 على ثلاث مجموعات. مجموعة هيكون فيها شمال إفريقيا اللي هو مصر، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر. أو تونس والجزائر والمغرب، ده الشمال الإفريقي. ومجموعة تانية هيكون فيها غرب ووسط إفريقيا، ومجموعة تالتة هيكون فيها شرق وجنوب إفريقيا. طيب دول شمال إفريقيا مسيطرة على البطولة أو دوري رابطة الأبطال على الأقل آخر خمس سنوات أو خمس نسخ شمال إفريقيا اللي بيفوز بيه. آخر نسخة 22 كان الوداد، قبلها نسخة 21 و20 كان الأهلي، نسخة 19 كان الترجي، نسخة أيضا 18 كان الترجي، والوداد كان 17. وبالتالي الاتحاد الإفريقي وموتسيبي والدول شرق وجنوب ووسط إفريقيا شايفة إن الغالبية في الفوز بالبطولة بيروح لدول شمال إفريقيا، سيطرة دول شمال إفريقيا كاملة على دوري رابطة الأبطال، وبالتالي دوري السوبر الإفريقي على الأقل بدل ما هتلاقي في المربع الذهبي الأربع فرق بتلاقيهم من شمال إفريقيا، هتلاقي فيهم فرقتين على الأقل من وسط وجنوب وشرق الدول الإفريقية، يبقى لهم فرصة في الحصول على البطولة. عشان كده الفكرة بجانب النشاط المالي فيها أو بجانب الجوائز المالية فيها لاقت هذا القبول، بسبب أيضا أن شمال إفريقيا ودول شمال إفريقيا مسيطرة على
الفوز بالبطولة في السنوات الأخيرة. عشان كده لقت الفكرة رواج كبير جدا وقبول لدى الدول الإفريقية أصحاب البشرة السمراء. طيب أقدر أقول لكم أن احنا من مصر إن شاء الله هيبقى موجود الأهلي زمالك بيراميدز في النسخة الأولى بسبب نتائجهم الإفريقية في السنوات الأخيرة، بجانب طبعا الترجي، بجانب الوداد، بجانب بنسبة كبيرة برضو ممكن الصفاقس التونسي إلى إيه؟ إلى أخو تمام؟ وفاق الصيف اتحاد العاصمة إلى آخر هذه الأندية. إيه اللي هيحصل بقى في البطولة دي؟ البطولة دي مشكلتها في عدد مبارياتها الكبيرة. احنا هنا دلوقتي بنشتكي من تلاحم المواسم داخل مصر في البطولات المحلية، وبنشتكي من الإرهاق والإصابات اللي تسببت أو تسبب تلاحم المواسم فيها للاعبي المنتخب المصري والأندية المصرية. لا ده الجديد بقى، الثلاث مجموعات 8 و8 و8 الدور الأول هيقابلوا بعض رايح جاي، يعني 14 مباراة، وياخدوا الخمسة الأوائل من كل مجموعة 5 10 15، وياخدوا أفضل سادس في الثلاث مجموعات، يبقى دول 16 اللي هيبتدوا بهم دور ال 16 والشغل بقى الكبير من دور ال 16. فالفريق اللي هيوصل للمباراة النهائية مش هيلعب أقل اعتقادي من 21 مباراة أو 24 مباراة، ده في بطولة واحدة. طيب لما تلعب في بطولة 24 مباراة أو 21 مباراة، والأهلي غالبا بيوصل للنهائي، الزمالك ماشي بصورة أكثر من رائعة، في الكونفدرالية دايما بنلاقي بيراميدز كان بينافس وبصورة أكثر من رائعة، لما تلاقي بطولة واحدة 21 مباراة بجانب بطولة الدوري المصري، بجانب بطولة الكأس المصري، كأس مصر، بجانب بطولة الرابطة المحترفين اللي هو الكأس رابطة المحترفين، بجانب المنتخب، طيب اللاعب هيلعب كم مباراة في السنة؟ ده اللاعب هيوصل له 65-70 مباراة، مين يقدر على كده؟ وبالتالي أنا قلت لكم في البداية العنوان العريض، هل يؤثر دوري السوبر الإفريقي على شكل مسابقة الدوري العام المصري الموسم القادم ولا لا؟ وقول رأيك، قول رأيك وابعت لي وقول رأيك. أنا شايف إن بكل تأكيد هيؤثر. طب الحل إيه؟ الحل لازم إن الاتحاد المصري لكرة القدم يشوف شكل جديد للمسابقة على الأقل الموسم ده، عشان ما يبقاش في تلاحم في كل حاجة الموسم القادم يعني. طب الشكل إيه؟ أقول لك، عندك دوري المجموعتين، هتقول لي بيبقى ضعيف والشركة الراعية يعني ما يبقاش في قبول، لأن برضو فلوس وأندية ومصاريف كتيرة. طيب الحل التاني إيه؟ في حل خد التجربة البلجيكية، العب الدوري، الدور الأول ينتهي، أنت بتلعب 18 نادي، خد الثمان أندية الأوائل العب بيهم على البطولة، والعشرة التانيين على الهبوط. أنت كده هتوفر في حدود 10 أسابيع من بطولة الدوري، يبقى أنت ريحت اللعيبة 10 أسابيع، 10 مباريات اتشالت من عليهم، حسبة بسيطة خالص اهي، تمام؟ حسبة بسيطة جدا، العب الدوري من دور بعد الدور الأولاني، خد 8 فرق الأوائل فيه يلعبوا على البطولة وعلى الدرع، والعشرة الأخير في الدوري يلعبوا على الهبوط. يبقى أنت كده وفرت 10 أسابيع في بطولة الدوري العام. ممكن كاس مصر، كاس الرابطة، تلعب بدون الدوريين، يعني في حلول كتيرة. لكن أنا شايف وبنسبة كبيرة أن الدوري السوبر الإفريقي بعد الموافقة عليه هيؤثر على شكل مسابقة الدوري العام المصري، ولابد من وجود بديل لشكل الدوري الحالي حتى لا يتسبب ذلك في إصابة اللاعبين. وشفنا تلاحم المواسم عامل ايه في لعيبه الاهلي وفي لعيبه الزمالك، والاصابات الكتيره وبيراميدز والاتحاد، كل الانديه المشاركه، بجانب ده بيأثر على منتخب مصر. طيب انا في الحته دي بالذات دايما بيقنعني جدا باسلوبه بطريقته بشرحه بمعلوماته الغزيره والوفيره جدا ناقدنا الرياضي الدكتور طارق الأطول، واحد من افضل من تستمع إليه في مثل هذه الأمور. يا دكتور طارق مساء الفل، منور الدنيا وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أهلا بيك وكل مشاهديك الكرام.
الله يبارك في حضرتك يا فندم. طيب انا كان عنواني العريض دلوقتي، هل سيؤثر دوري السوبر الافريقي المزمع يعني انطلاقه في اغسطس 23 على شكل مسابقه الدوري المصري في نسختها الجديده ام لا؟ طبعا انا يمكن تناولت القضيه دي مؤخرا لان انا بس هتكلم الاول على تداخل بطوله السوبر الافريقي مع بطوله الدوري المصري، وبعدين هكلمك على بطوله السوبر الافريقي وايه هي العلامات الاستفهام حول هذه البطوله المستحدثه من جانب الاتحاد الافريقي مؤخرا. الجزء الاولاني هو تداخل بطوله الدوري السوبر مع الدوري المصري، ودي مشكله هتكون كبيره جدا في السنوات القادمه. الحقيقه هذه المشكله انا تحدثت عنها من حوالي 8 شهور، يعني لسه قبل خالص ما تبقى بطوله دوري السوبر حقيقه، ما كانت لسه خيال كده ولسه الناس بتفكر فيها. بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الكاس الكونفدراليه المقامه حاليا بتشمل في برنامجها، يعني مثلا النادي الاهلي وصل الى النهائي العام الماضي، لعب كام؟ لعب 13 مباراه. العام الماضي لما فاز بالبطوله على حساب كايزر تشيفز كان لعب على مدى الموسم 13 مباراه، 13 مباراه لانه بيلعب من الدور التمهيدي الثاني، بيلعب مباراتين والست مباريات بتوع دوري المجموعات وبعدين الخمس مباريات بتوع الدوري الادوار الاقصائيه، فبيبقوا 13 مباراه. الفريق حتى اللي بيلعب من بدري زي الزمالك مثلا السنه دي من دور 64 بيبقى عنده مباراتين زياده، يعني 15 مباراه. تمام. اما بطوله السوبر الجديده، بطوله الدوري السوبر الافريقي، فهيوصل عدد مبارياتها تقريبا الى 22 مباراه، لان في مجموعات فيها 8 فرق فهيبقى في 14 مباراه، وبعدين ادوار اقصائيه من دور 16 هتبقى موجوده معاك 8 مباريات اخرى، يبقى 14 و8 22 مباراه. بزياده قد ايه؟ بزياده من 7 الى 9 مباريات عن دوري الابطال في وضعه الحالي او الكونفدراليه. احنا في الوضع الحالي اللي هو احنا الاهلي مثلا مرتبط ب 13 مباراه، او يعني غالبا مثلا فرقه حتى اللي بتلعب من الادوار التمهيديه بتلعب 15 مباراه. عندنا ايه المشكله؟ عندنا تكدس رهيب في الاجنده، عندنا مشكله كبيره في السفريات بتاعه الفرق للبطولات الافريقيه وبتسبب في تاجيل مباريات للدوري، فما بالك عند تطبيق بطوله السوبر لما يزيد عدد المباريات من 7 ل 9. يعني ممكن لو زاد مثلا بالنسبه لفريق زي الاهلي المشارك تقريبا دائما في بطولات انديه افريقيا 22 مباراه لو وصل للنهائي، اللي هو لو وصل، تخيل بقى انك انت هتبقى 22 مباراه، يعني 11 سفريه بدل 7 سفريات مثلا، يعني 22 توقف في مسابقه الدوري بدل 13. تخيل حجم الاجهاد الزائد، وتخيل كمان حجم الاجهاد الزائد لو كانت الفرقه دي مثلا فرقه من عندنا ان شاء الله الاهلي او الزمالك او بيراميدز لو شارك في بطوله السوبر، كمل طريقه لغايه المباراه النهائيه وبقى هو مثلا ممثل افريقيا في كاس العالم للانديه وبقى بيلعب سوبر افريقي او بيلعب اي مسابقه اخرى، هتزود تكتل الاجنده. وده اللي شفناه على مدى السنتين اللي فاتوا لما الاهلي شارك في كل البطولات، كان بياخد دوري الابطال وبيلعب كاس العالم للانديه وبيلعب سوبر افريقي بجانب الدوري المحلي وكاس مصر والسوبر المصري، فكانت مشكله كبيره. فاذا الخلاصه كده في اللي انا بقولك عليه، دوري السوبر الافريقي، وكنت قبل كده اتكلمت حتى مع الكابتن حازم امام في مكالمه موسعه كده عن هذه الظاهره انها هتعمل مشكله كبيره للدوري، قال لي ايه الحل؟ قلت له الحل فورا يبدا اتحاد الكوره، وانت تعلم هذه الامور، يبدا اتحاد الكوره من الان قبل انطلاق الدوري الجديد ويحط لائحه جديده ان هينزل 5 فرق ويطلع 3 فرق، يبقى الدوري في الموسم الجديد اللي هو 2023 2024 هيقل بفريقين يبقوا 16 فريق، ثم في الموسم اللي بعديه كمان ننزل 5 ويطلع 3 فيوصل عدد فرق الدوري الى 14 فريق. ده هيخلي لنا اسابيع الدوري 26 اسبوع بدل 34 اسبوع، بوفر كام؟ 8 اسابيع، دي هتوفر في الاجنده تقريبا شهرين او يعني اقل. طيب. قليلا من شهرين. طيب اناقشك في الحته دي، في عندنا التجربه البلجيكيه ان انت بتلعب الدوري بعد انتهاء الدور الاول، بتاخد العشر فرق الاوائل بيلعبوا على الثمان فرق الاوائل يلعبوا على البطوله تمام وعلى الدرع، والعشره الاواخر في الجدول من العاشر ل 18 بيلعب على الهبوط، وده بيوفر 10 اسابيع في البطوله. بس مش هيبقى 10 في المقدمه، على فكره كان هذا المقترح كنت قدمته قبل بدايه الموسم ده في مقال كتبت فيه موسم كارثي ينتظر الكره المصريه نقطتين كده والاهلي.
لان هم اللي كانوا الاكثر تاثرا. فالموسم العويص ده ادى الى اننا خرجنا تقريبا صفر اليدين من كل البطولات وتكدست الاجنده، ولسه مستمرين في دوري الموسم الماضي او مسابقات الموسم الماضي واحنا دخلنا على الموسم الجديد. فكنت بقول وقتها ان الفكره انك انت بتلعب دوري من دور واحد يبقى 17 مباراه لكل فريق، وبعدين الثمانيه مش العشره، الثمانيه الاوائل يلعبوا دوري اخر على الدوري على البطوله. الثمانيه يلعبوا على البطوله هيلعبوا سبع مباريات، سبعه و17 يبقى 24، 24 من 34 يوفر فعلا 10 اسابيع. ولكن هذا الامر ما ينفعش يبقى مستمر، يعني ما ينفعش كل سنه هتعمل كده، لان الدوري بنظامه في كل حته في العالم هو ذهاب وعوده. كل الفرق بتاخد فرص ان هي بتلعب ذهاب وعوده، كل مباراه على ملعب كل فريق، وبحيث يكون في يعني مسابقه الدوري تاخد الشكل الطبيعي بتاعها زي كل الدنيا. انما انا ممكن الجا للاقتراح ده في موسم استثنائي، استثنائي كالموسم القادم استثنائي لغايه ما ترتب الامور. ايوه لغايه ترتب الامور، لكن اجلا او عاجلا اذا طبق السوبر الافريقي من 23 24 من موسم 2023 2024 لابد من هبوط عدد انديه الدوري الممتاز. انا بقول لك مقترح الى 14 فريق خلال موسمين اثنين، الموسم الاول يبقى 16 والموسم الثاني يبقى 14. لكن الاسلوب اللي احنا بنقترحه مع بعض ده هو وقتي، يعني ينفعنا الموسم الجاي مثلا نحل بيه ازمه ونرجع لازم لنظام الدوري المعتاد، لان الدوري في كل الدنيا رايح جاي بتعمل بتعمل دوريات بشكل خاص كده، ويعملوا دوري سوبر في النهايه زي بلجيكا مثلا بتعمله بين الست انديه الاخيره، لكن ده بعض الدول خلاص خدت على السيستم ده. وعلى فكره هم بالمناسبه بيلعبوا رايح جاي برضه، يعني بيلعبوا رايح جاي وهيلعبوا السته الكبار رايح جاي، فهم عندهم دوري طويل شويه. لكن احنا في ظل الارتباط الاجنده وتعقدها بهذا الشكل لثلاث مواسم على التوالي وامتداد الموسم لغايه بدايه الموسم اللي بعده، فده مش هينفع معاه الا تقليل فرق الدوري، وده يعني عارفه لما يقول كده بالانجليزي اتز ا ماست، خلاص ده بقى خلاص امر لابد منه الان في ظل الوضع الحالي. انا طبعا ببقى سعيد جدا بهذا التحليل الراقي والرائع، ناقدنا الرياضي دكتور طارق الأدوار بشكرك شكرا جزيلا. انا الموضوع ده يعني قبل ما ادخل الهواء بالدقائق معدوله جه في دماغي، والله كان غير مرتب له بالمره، وبعدين يعني جه في دماغي توارد افكار وخواطر. السوبر الافريقي اللي اعلنوا عنه لازم هياثر على شكل الدوري المصري، وزي ما قلت لحضراتكم ده احنا عمالين نصرخ وبنهاتي من تلاحم مواسم الدوري العام مع مشاركه الاهلي والزمالك افريقيا ووصول الاهلي الى النهائي وكاس عالم وكاس سوبر ومنتخبات. قلت لا 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 لا، ده البطوله الجديده دي عدد المباريات زاد فيها جدا، 21 او 22 مباراه هيلعبها بدل ما كان بيلعب 15 او 13 مباراه. طب هيعمل ايه؟ اللي كان بيوصل نهائي كان بيلعب 13، دلوقتي هيلعب 21. امر صعب. احنا كنا بنطالب ان دوري الشكل الدوري العام كمان مع النظام القديم يعني نلاقي له حل، فاصبح ضروره حتميه دلوقتي تغيير شكل مسابقه الدوري العام الموسم القادم قولا واحدا، اصبح ضروره تغيير شكل المسابقه، وهيترتب على كده برضو بالتبعيه الاقسام الثانيه. مش كنت بتفكر ان انت تعمل دوري محترفين؟ لازم هتفكر فيه بصوره جديه تاني، تعمل مجموعتين، لازم الدنيا هتترتب بشكل جديد، هتترتب بشكل جديد. فاعتقادي ان ده هيبقى معروض في اجتماع الاتحاد المصري لكره القدم يوم الاحد القادم، الامور دي كلها اكيد هتكون على طاوله المفاوضات. طيب في الدوري العام المباريات الاسبوع ده اللي اختتمت يعني اليوم بلقاء الاسماعيلي والاتحاد السكندري، والاسماعيلي مع حمزه الجمل حدث ولا حرج، مع جهاز فني من ابناء الاسماعيليه حدث ولا حرج. مبروك لبرازيل الكره المصريه، مبروك للسامبا المصريه، مبروك لكل جماهير النادي الاسماعيلي ليس فقط في محافظه الاسماعيليه بل في كل مكان في مصر، لان اللي بيعشق كره القدم الحقيقيه والجميله دايما يسعى وراء كره الدراويش. النهارده بهدف لعبد الرحمن مجدي رائع رائع، تصويبه عبد المنصف وقف اتفرج عليها زينا بالظبط، حاجه متقنه جدا. فالاسماعيلي في روح، لسه الاسماعيلي محتاج كتير، لكن الحمد لله عدت على خير. الاسماعيلي دلوقتي قفز في جدول المسابقه وخطى خطوات واسعه،
وخلاص ابتعد عن الهبوط، وده اللي احنا كنا بالنادي بيه. كنت دايما اقول انا لا اتصور دوري بدون الاسماعيلي، بدون الاتحاد، بدون المصري، بدون غزل المحله، الانديه الشعبيه الجماهيريه اللي لسه باقي لنا في الدوري العام. فدي صور طبعا من مباراه النهارده. مبروك كابتن حمزه الجمل، مبروك حسن عبد ربه الجهاز الفني بالكامل، مبروك سيدي حلكومي ومجلس اداره النادي الاسماعيلي بالكامل هذا الفوز ويعني الانتصار الكبير على نادي بحجم الاتحاد السكندري ايضا بكبريائه. واول مباراه لكابتن محمد عمر الخلوق، لسه كتير. الاتحاد السكندري ان شاء الله هيقدم صوره افضل خلال المباريات القادمه مع رئيس نادي يعد من افضل ان لم يكن الافضل في رئاسه الانديه، وهو النائب محمد مصالحي. مباراه الاسبوع ده طبعا طلائع الجيش كان يتعادل مع ايسترن كومباني بهدف مقابل هدف، سيراميكا كليوباترا تعادل مع ام بي سلبيا، وغزل المحله خسر من بيراميدز في المحله 0-2، الزمالك فاز فوز عريض على مصر المقاصه اللي هبط رسميا الى دوري القسم الثاني، ونادي والله قدم مجهود كبير جدا خلال السنوات الماضيه واسماء اكثر من رائعه. يعني ال هويدي كل الشكر وكل التقدير، وان شاء الله كبوه وترجعوا تنوروا الدوري الممتاز مره ثانيه. البنك الاهلي خسر من فاركو 0-1، والمقاولين العرب تعادل مع الجونه بدون اهداف، هو تعادل لا يسمن ولا يغني من جوع لكلا الفريقين للاسف الشديد. طبعا سموحه تعادل مع فيوتشر 1-1، والاهلي فاز على المصري بورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء. الاسبوع 31 طبعا هيبدا من 17 اغسطس، لان احنا عندنا مباراه دور ال 16 في كاس مصر اللي هتتلعب. هيبقى في ام بي مع طلائع الجيش، وايسترن كومباني مع الاهلي، المصري بورسعيدي مع الاسماعيلي، الجونه مع غزل المحله، فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا، ومصر المقاصه هتكون مع المقاولين العرب، وفاركو مع الزمالك، وبيراميدز مع سموحه، ثم الاتحاد السكندري مع البنك الاهلي. مباراه دور ال 16 في كاس مصر عندنا ام بي مع البنك الاهلي يوم الجمعه 12 اغسطس بكره ان شاء الله، ثم يوم الاحد الاهلي مع مصر المقاصه، ويوم الاثنين الزمالك مع الاسماعيلي. ترتيب الجدول بعد الاسبوع ده في الدوري، طبعا الزمالك في المركز الاول ب 72 نقطه، والزمالك بيقدم موسم اكثر 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 من رائع اداء وروح داخل المستطيل الاخضر. بيراميدز 65، الاهلي 62، فيوتشر رابعا ب 49، ثم طلائع الجيش مع طبعا 46 نقطة، وطلع أيضا عامل موسم أكثر من رائع وجهاز فني على أعلى مستوى. عندنا أيضا سموحة 42، البنك الأهلي 41، فاركو 40، الإسماعيلي أصبح 36 نقطة، شيء يبسطنا كلنا، إم بي وسيراميكا كليوباترا 35، ثم الاتحاد السكندري 33، المصري بورسعيدي 33، غزل المحلة 30، إيسترن كومباني 28، الجونة 28، مقاولين العرب 26، ومصر المقاصة هبط رسميا 15. خلاص الدنيا من أول غزل المحلة 30 بقى، تعالى أقول لكم الصراع الهبوط هيبقى ماشي إزاي. المباريات غزل المحلة المتبقية، غزل المحلة عنده الجونة في غزل المحلة يوم الخميس 18/8، فوزه يعني خلاص بنسبة كبيرة يبقى غازي المحله موجود في الدوري الممتاز، انه كده بيوقع الجونه تماما. ثم بعد كده هيكون عنده مصر المقصه، ودي برضه هتبقى مباراه سهله لغازي المحله انها هتكون على ملعب غازي المحله، وحتى لو تعادل مع الجونه في الجونه وفاز على مصر المقصه ضمن البقاء غازي المحله في النتيجتين دول. 33 نقطه، النقطه زي ما بنقول نقطه الامان. فاركو هيكون مع غازي المحله بعد كده، وغازي المحله اخيرا هيختم لقاءاته مع الاتحاد السكندري. طيب ده غزل المحل. نيجي بعد كده لفريق إيسترن كومباني ايضا ومبارياته. عنده مباراه الاهلي، مباراه صعبه بكل مقاييس، لكن مع كابتن علاء عبد العال ما تقدرش تتوقع اي حاجه. الاسماعيلي هيكون بعد كده مع إيسترن كومباني في الاسماعيليه، ثم يستضيف إيسترن البنك الاهلي، ويختتم لقاءاته مع الزمالك. اما الجونه بعد كده، الجونه ايوه هيبقى عنده غزل المحله زي ما قلنا في الجونه، ثم هيسافر اسكندريه لسموحه، وبعد كده هيروح لفيوتشر، وبعد كده بيراميدز. مباراه تقيله جدا بالنسبه لفريق الجونه. المقاولين العرب عنده مصر المقاصه، وبعد كده فاركو، بعد كده طالع الاتحاد السكندري، وبعد كده المصري طبعا في برج العرب. كلها فرقه تعز علينا اللي احنا نلاقيها موجوده في القسم الثاني، ولكنها متعه كره القدم. كابتن مصر ونادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر ونائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك حاليا كابتن حسين عبد اللطيف صديقنا العزيز. يا كابتن حسين منور الدنيا، وحشني كتير.
وانت اكتر يا دكتور ايهاب، والله وحشني كتير، وخدك لاتحاد الكوره بقى مننا خلاص. لا انا ده انت عارف معزتك وتحت الامر في اي وقت يا كابتن. ربنا يخليك يا دكتور. واحد من الناس اللي بنعتز بيها وبصداقتها وبرجولتها وبادائها سواء كان في المجال الرياضي او خارج المجال الرياضي، نشهد لك بكده يا كابتن حسين. ربنا يخليك يا دكتور ايهاب، وربنا يبارك فيك، ودايما متعلق، وربنا يوفقك واخواتنا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره وبرئاسه الاستاذ جمال علام، فتحياتي ليكوا جميعا يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن حسين. خلينا بقى نقول الدوري السنه دي شكل تاني، طعم تاني، مختلف تماما، سواء في المقدمه او في صراع الهبوط. المقدمه الزمالك يمسك بتلابيب المقدمه ولا يريد ان تفلت من يديه ابدا، وطبعا صحيح. الصراع تحت مشتعل للغايه. كيف ترى الدوري العام هذا الموسم؟ ما فيش شك دوري جميل طبعا الحقيقه، وان كان يعني مثلا يعني التحام المواسم بالتاكيد، وحضرتك سيد العارفين يعني طبعا، لكن ممكن ان شاء الله ننجو منه بشويه هدوء وتركيز كده الموسم اللي هو القادم ان شاء الله، نتكلم على ده بعدين. لكن فعلا زي ما بتقول حضرتك صراع المقدمه، طبعا الزمالك من 30 مباراه عنده 72 بونت، وهو متشبث ببطولة الدوري انها تبقى للموسم الثاني على التوالي ان شاء الله في متعوبة. 72 نقطة الزمالك، بيراميدز بفرق يعني 7 نقاط طبعا عن بيراميدز اللي هو متساوي معاه في المباريات، وبفارق 10 مباريات عن النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي ليه طبعا مباراة مؤجلة على انه هو لعب 29 مباراة. شايف طبعا يعني ان شاء الله من وجهه نظري انا طبعا كزملكاوي ابن نادي الزمالك، شايف البطوله بتقرب قوي من نادي الزمالك. ممكن باذن الله باذن الله يعني الزمالك لو ان شاء الله يحسمها في فاركو، مباراه فاركو يوم 19 ومباراه الاتحاد بعدها، الستة بونت هتخلي الزمالك 78 بونت يا دكتور. فبالتالي الرقم السحري ده اللي مش هيوصل له لا الاهلي حتى لو كسب الخمس مباريات، او بيراميدز لو كسب الاربع مباريات، يعني هيكونوا 77 في الوقت ده. فالزمالك عليه ان هو ان شاء الله يغتنم المباراتين القادمتين ويعني يريح الزملكاويه ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله يعني موسم اكثر من رائع للزمالك، منافسة طبعا شرسة من الأهلي وبيراميدز أو بيراميدز والأهلي، وده روح المنافسة زي ما بنبارك للأهلي لما بيحقق بطولات، بنبارك للزمالك بكل تأكيد. دولة القطبين الكبيرين أو الجناحين اللي بيحملوا كرة القدم في مصر على على عاتقهم. طيب عندنا دوري السوبر الإفريقي اللي قرر الاتحاد الإفريقي إقامته بداية من أغسطس 23. ده معناه يا كابتن حسين، وأنا كنت بتكلم في المقدمة، النادي الاهلي لما كان بيوصل المباراة النهائيه في دوري رابطه الابطال او الزمالك بيلعبوا 13 مباراه، دلوقتي اللي هيوصل فيهم المباراه النهائيه هيلعب 21 مباراه في حدود الضعف. زي ما احنا كنا بنقول تلاحم مواسم، ده ايضا يعني حمل كبير جدا على اللاعبين، وبالتالي اصبح لزاما تغيير شكل مسابقه الدوري العام المصري لكره القدم. كيف تقترح او ما هو اقتراحك لتغيير شكل المسابقه في مصر حتى ننجو من تلاحم المواسم ومن كثرة المباريات؟ طبعا هو اكيد انا مش يعني مش هقول لحضرتك مجهز اقتراح او حاجة، لان المشكلة طبعا انت عارف يعني اغلب الاندية طبعا مع الاسف ان هي بترفض يعني مثلا بعض الاقتراحات. لكن انا بشوف ان لازم يكون في موسم على الاقل يعني استثنائي في تعديل الامور، اللي هي ما تكونش دوري من دورين. ليه؟ لان طبعا هيبقى هنا 34 اسبوع انت مطالب بيهم في الدوري، بالاضافه الى زي ما انت قلت طبعا او بنقول يعني طبعا اهلي وزمالك بيبقوا داخلين، طبعا فيوتشر وبيراميدز اذا كان داخلين لسه هنشوف يعني طبعا الدنيا في الفتره القادمه. فبالتالي طبعا هيبقى عبء كبير جدا اللي هو دوري السوبر طبعا، وانا عارف ان هو طبعا تم الموافقه اعتقد عليه وانتهى خلاص الموضوع، بس ده هيبقى تحميل كبير جدا جدا جدا، وخاصه على الناديين الكبار سواء الاهلي والزمالك. يعني دكتور طبعا يعني انا مش مجهز اقتراح معين، بس اقصد ولو قدرنا
يعني مثلا اهلي مجموعه، زمالك مجموعه، وهكذا بيراميدز وهكذا. طب لو ما كانش مجموعتين في التجربه البلجيكيه اللي بتقول بنلعب الدوري بعد الدور الاول بناخد الثمان فرق الاوائل يلعبوا على البطوله والعشر فرق الاخرى يلعبوا على الهبوط، وده بيوفر 10 اسابيع جمله واحده لكل نادي. طيب ما انت ما احنا محتاجين ده جدا يا دكتور برضه. يعني انت معانا في الراي ده؟ لا انا يعني بالتاكيد احنا محتاجين ده جدا. انا عشان اوفر 10 اسابيع، طب ما هم دول كان ال 10 اسابيع اللي ممكن مثلا في دوري السوبر والاحتكاك والالتحام الكبير قوي ده يبقى يعوضونا، قصدي الموسم القادم ده، كانه نقول مثلا موسم استثنائي مزبوط. نظرا لان الموسمين السابقين دول يعني التحموا مع بعض، دوري الكورونا وهكذا، دوري الموسم الماضي ثم الحالي، فبالتالي لازم هنا في تضحيه شويه. وتضحيه بايه يا دكتور؟ باني طبعا هو ما يعني ايه المشكله؟ يعني انا مش شايف لها مشكله اني بنتصف المجموعتين، وإذا كان أول وثالث وثاني ورابع وهكذا أستمر حسب تقييم طبعا في الوقت ده لجنة المسابقات واتحاد الكورة والرابطة والكلام ده، ونقدر نتصرف فعلا بشكل منطقي. يعني أنا مش شايف عيب ولا مشكلة، بس بحيث أن التلاحم المستمر ده فعلا قضية كبيرة جدا 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 في الكرة المصرية الحقيقة، يعني ومؤثر عليها ومؤثر على المنتخب على فكرة، ليه تأثيرات طبعا على المنتخب. أنا مع حضرتك تمام. فبالتالي أتمنى يعني يكون في الأندية يبقى في صوت العقل بيغلب على بعض المصالح يعني الشخصية، اللي هي أقصد اللي هي أنا ببص لنفسي بس قصدي، لكن لما بنبص للكرة المصرية بشكل عام بالتأكيد أنا شايف ما فيهاش أي حاجة الحقيقة، ونقدر ناخد راحة مثلا كويسة معقولة، نقدر نبدأ في نص عشرة لحد مثلا ما يبتدي كاس العالم، ثم نستكمل بعد كده بشكل كويس في الفترة القادمة. فكل دي يعني أنا شايفه مقترح يا دكتور بصراحة وجيه جدا ويستحق الدراسة. فأتمنى يتحقق ده، لأن فعلا فيها رحمة للجميع، للاعبين اللي استهلكوا من سنتين ثلاثة ورا بعض، للمنتخب، لبلدنا، عشان نقدر نوصل برضو لكاس عالم القادم إن شاء الله. ملناش نصيب في كاس العالم ده، ربنا يعوضنا بالقادم، ربنا يعوضنا ببطولة أمم أفريقيا إن شاء الله القادمة كده يعني ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا نجمنا طبعا كابتن حسين عبد اللطيف نجم مصر ونادي الزمالك. طيب بعض الاخبار السريعه، النهارده كان في جلسه بين فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. الراجل من اول ما جه مصر بدا سنه حميده ان هو يعقد جلسات مع طبعا الاجهزه الفنيه للانديه المختلفه. كان في اسكندرية قعد مع سموحة، قعد مع اتحاد اسكندري ومع سموحة ومع فاركو، كان بوجود الحاج عامر حسين، والنهاردة أيضا في الزمالك كان بوجود الحاج عامر حسين، وبكرة إن شاء الله هيكون موجود في النادي الأهلي، وبعد كده هيتوالى وتتوالى الزيارات للأندية المختلفة. وده شيء جميل جدا أن يكون في ربط ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول وما بين الأندية اللي بتلعب في الدوري العام. الراجل هيتابع الدوري العام وهيتابع القسم الثاني، وعنده يعني حاجات كتيرة جدا عايز يشتغل عليها خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وبنتمنى له التوفيق. يوم الأحد في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هيتم تحديد المصريين اللي هيكونوا موجودين مع منتخب مصر الأول وأيضا مع منتخب مصر الأولمبي. أسماء كتيرة جدا مرشحة، ولكن لم يتم الاستقرار على أحد منها حتى الآن. النهاردة السيد جمال علام كان معاه الأستاذ خالد درندلي وسيادة اللواء حلمي مشهور وأيضا حاج عامر حسين، كان استقبال لسمو الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري. العلاقات أصبحت على أفضل ما يكون طبعا، ودي السيد وليد العطار أيضا المدير التنفيذي للاتحاد، على أروع ما يكون بين مصر وقطر في هذه الأوانة. أيضا قطر في مجال الرياضة خطت خطوات كبيرة جدا، خطوات واسعة جدا جدا، هتنظم كاس العالم اكبر حدث في كرة القدم. في الطب الرياضي حدث ولا حرج،
وايضا جانب المنشآت، فهيتم بروتوكول تعاون هيوقع خلال الفترة القادمة ما بين الاتحاد المصري، دي كانت زيارة مبدئية، والاتحاد القطري، في تبادل الخبرات على مستوى التدريب، على مستوى الدورات التدريبية، على مستوى الطب الرياضي، إقامة المعسكرات، أمور كتيرة جدا هتكون ما بين الجانب المصري والجانب القطري خلال الفترة القادمة. كمان النهاردة كأس لوسيل اللي هيقام يوم 9 في الشهر القادم إن شاء الله، 9 في الشهر القادم في الدوحة، ما بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي. المسابقة دي كويسة جدا، سواء للنادي اللي هيشارك فيها من مصر، وأيضا للاتحاد المصري لكرة القدم، وتم بحث كافة الأمور المتعلقة أيضا بهذه المباراة. وعلى فكرة كمان الاتحاد القطري النهاردة خلاص نزل التذاكر الخاصة بهذه البطولة، هتنزل من يوم 18 أغسطس الجاري، وبعد كده الأسعار كالآتي، ودي نزلت على موقع الاتحاد الدولي. أربع فئات، 40 ريال قطر للفئة الرابعة، و80 ريال للفئة الثالثة، و150 ريال قطر للفئة الثانية، و200 ريال قطري للفئة الأولى. المشجعين بعد شراء التذاكر هيتقدموا للحصول على بطاقة هيا الرقمية، ودي إلزامية زي عندنا تذكرت كده بالظبط، عبر الموقع المخصص لذلك، وهيجرى لاحقا كشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه البطولة. قطر شغالة قبل كاس العالم، بتوري العالم ازاي هنعمل كاس العالم. وبمناسبة كاس العالم خلاص تم تقديم مباراة الافتتاح، بدل 21 نوفمبر هتكون 20، ما بين قطر والاكوادور، وده اللي اكده الاتحاد الدولي النهاردة. وطبعا قطر بتقع في مجموعة بتضم الاكوادور وهولندا والسنغال. طيب، وزارة الرياضة قالت مباريات الموسم الجديد هتقام نهارا عشان توفير الكهرباء، وده كان أشار إليه الزميل العزيز والإعلامي القدير الأستاذ أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي خلال اليومين الماضيين. النهج في البلد دلوقتي توفير الطاقة وتوفير أمور كتير جدا، فقلنا الموسم ده هيستكمل زي ما هو عشان الحر وعشان التلاحم، لكن من بداية من الموسم الجديد الاتحاد المصري ربطت الأندية المحترفين برئاسة نائب أحمد دياب، شوفوا هتقيم المباريات وكافة البطولات نهارا وليس ليلا، وده يوفر طبعا في الكهرباء. زيزو متألق، أيوة زيزو حاليا يعني نمسك الخشب، واحد إن لم يكن أفضل لاعبي الدوري المصري بجهده بعرقه بكفاحه وبإصراره على تقديم الأفضل خلال كل مباراة، فأصبح مطلوب سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا. في المنطقة العربية الإمارات والسعودية أكثر من نادي طالبين زيزو، أوروبا في برضو أكثر من نادي طالب زيزو. الشرط الجزائي لزيزو عشان يمشي من الزمالك 42 مليون دولار، سهل جدا اللي هو يدفعه، سهلة، سلام عليكم. لكن في حالة من الحب والعشق ما بين زيزو وما بين إدارة نادي الزمالك، خصوصا أمير مرتضى منصور، وبالتالي زيزو قال لا، أنا بوابتي الكبيرة نادي الزمالك، اللي عايزني يبقى من خلال نادي الزمالك. فنادي الزمالك هيحط شرط جزائي ان زيزو لما يخلص رحلته الاوروبيه، هو عاوز اوروبا مش عايز مصر، مش عاوز الدول العربيه عفوا، يرجع مره تانية لنادي الزمالك، وده حل الكل موافق عليه. الزمالك كمان عشان طارق حامد ما حسناش او ما حسش جمهور الزمالك بالغيابات او بغياب طارق حامد، لان المدير الفني راجل شغال صح وقدم اكثر من ناشئ، زي ما الاهلي قدم في مبارياته الأخيرة وخصوصا مباراة الاتحاد السكندري أكثر من ناشئ. فتعويض طارق حامد هيكون عن طريق توري اللاعب البركيني اللي موجود في نادي بيراميدز، وأصبح يعني قريب جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك. أبو بكر هداف الكاميرون اللي قاله الزمالك هتعاقد معاه، لا خلاص، إن الراجل طالب في الموسم الواحد 5 مليون دولار، وده شيء يعني صعب جدا، في حدود 80 مليون جنيه مصري، مش الدرجات يعني، عندنا والله هدافين بسم الله ما شاء الله مكسرين الدنيا. طيب، من الزمالك للأهلي، سواريش هيستمر مع الأهلي ولا هيمشي من الأهلي؟ الراجل من أول ما جه في غيابات، أيوة في غيابات، في إصابات، الأهلي مش هو الأهلي اللي الناس كلها متعودة عليه واللي احنا متعودين عليه، إن الأهلي لما كان بيبقى موجود في أي بطولة
في ظل غيابات كنا دايما نقول الاهلي بمن حضر، حط تحتها مليون خط، كنا دايما بنقول الاهلي بمن حضر، لكن الاهلي في مشاكل. نتمنى عودة الاهلي اللي كلنا بنعشقه كلنا عارفينه، لان عودة الاهلي معناها استقرار منتخب مصر قولا واحدا، معناها استقرار منتخب مصر. فبالتالي كل ما اتمناه ان يعود الاهلي مرة اخرى الى سابق عهده، مع قوة الزمالك، مع قوة بيراميدز، مع قوة فيوتشر، مع عودة الاسماعيلي، مع الاتحاد السكندري، مع المصري البورسعيدي، مع الغزل، تمام، مع سيراميكا كليوباترا، مع الاندية دي كلها هتدي شكل، هتدي طعم، هتدي لون، هتدي قوام منتخب محترم يعتمد عليه او يعتمد عليه في توريا خلال الفترة القادمة. ده اللي احنا بنتمناه. فسواريز دلوقتي في الاهلي، كابتن خطيب وكابتن حسام غالي عاوزين ندوا له الفرصة، ان ندوا له الفرصة مع الصفقات الجديدة، مع عودة الاصابات نقدر نحكم عليه، وعندنا توقف في كاس العالم. لو ما حققش المرجو منه خلال اقامة الكم اسبوع قبل كاس العالم نقول لك نغير. لكن السيد ياسين منصور رئيس شركة الكرة في النادي الاهلي مصر على تغييره قبل بدء الموسم، فالصراع في النقطة دي ولكن لم يحسم حتى الآن. إبراهيم عادل بصورة كبيرة هينتقل من بيراميدز إلى النادي الأهلي. إبراهيم عادل طبعا كان موجود من المريخ البورسعيدي للمصري، ثم بعد ذلك إلى نادي بيراميدز، ولد من أفضل اللاعبين الموجودين مهاريا، ومعاه كمان أسامة جلال. هيروح مكانهم رامي ربيعة، كريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، لكن طاهر هياخد مقابل مادي، والمفاوضات داخلة بصورة يعني كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. طيب كهربا، كهربا خلاص بصورة كبيرة ممكن تلاقيه في فيوتشر السنة القادمة، لكن الكلام كله دلوقتي ازاي الاهلي قسط الغرامة الموقعة على كهربا لنادي الزمالك، ده الـ 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 الموضوع كله. لكن بنسبة كبيرة جدا كهربا هتلاقيه في فيوتشر الموسم القادم. خلاص الاهلي ضم يعني وقع محمد حمدي من بيراميدز الى النادي الاهلي. ام بي بيطلب 2 مليون استرليني لبيع محمود جاد لويجن، وطبعا ويجن بيلعب في الدرجه الاولى في الدوري الانجليزي، كان عرض مليون استرليني لكن ام بي طالب 2 مليون. اخيرا مبروك تاهل منتخب مصر للشابات لكاس العالم رسميا بعد فوزه النهارده على مدغشقر 98-66 ووصوله الى المباراه النهائيه. مبروك للدكتور مجدي ابو فريخه. في القسم الثاني عشان هيكون معايا بعد قليل كابتن علاء نوح نجمنا الكبير والمدير الفني الكفو، وايضا ناقدنا الرياضي وزميلنا العزيز استاذ عبد الحميد فراج اللي بنورني لاول مره، وهنستمتع خلال الفتره المتبقيه في كل شيء في مجال الرياضه هنتكلم فيه. لكن في اخبار القسم الثاني ايضا، لجنه الكره بالسكه الحديد بتجتمع بمحمد صلاح لتجهيز معسكر الفريق. كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك والمدير الفني موجود، ايضا سياده العميد حسام السيسي المشرف العام على قطاع الكره، ومعاه ايضا يعني ناس محترمه جدا 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 هيعقدوا خلال. الدكتور سيد عيسى موجود ايضا، فالدكتور سيد عيسى مع العميد حسام السيسي هيقعدوا مع كابتن صلاح للاعداد. بيدرس الاعتزال مصطفى فرماوي لاعب الاهلي اللي كان موجود في الاتصالات، قال لك انا ما شاركتش وظلموني، ممكن انا ابعد عن الكره تمام. الالومنيوم بدعم صفوفه بلاعب نادي النصر محمد كامل، ونتمنى له التوفيق. وسبورتنج السكندري ايضا بدعم صفوفه بلاعب الاولمبي احمد علي الشهير بجد. في كفر الشيخ يعني صفقات قويه جدا، محمد نصر، وده كان بناء على طلب الكابتن محمد عامر لدعم الفريق، وايضا تعاقدوا مع عبد الله احمد لالا لاعب نادي الشمس، صلاح فتحي لاعب نادي جمهوريه شبين، بلال زكريا لاعب نادي القناه، محمد رضا لاعب بلديه المحله، اسماء ايضا في القسم الثاني معروفه جدا. مدرب نصر الفكريه بيرحل عن تدريب الفريق والاداره تبحث عن بديل، كابتن محمد عبد المجيد بيبو. والاستاذ جمال عبد الرحمن رئيس النادي قال ان السبب الرئيسي في رحيل بيبو هو سفره خارج مصر رحله عمل خارج مصر، وان شاء الله نصر الفكريه مع رئيس نادي الاستاذ جمال من افضل الناس والشخصيه محترمه جدا جدا. ملاوي بيضم حارس مرمى وظهير ايمن من صفوف اسمنت اسيوط ايضا رسميا، كله شغال ولمده موسمين. السكه الحديد بيحصل على خدمات لاعب الزمالك علي محمود لمده موسمين اثنين. وايضا في المنيا القسط الخاص باللاعبين بتاع شهر يوليو صداع عند مجلس الاداره، ولكن مجلس الاداره قادر على توفير
مستلزمات الفريق خلال الفترة القادمة. ورسميا اللاعب بايونيرز ينتقل لنادي بلدية المحلة، وده اللاعب محمد الصغير. وأبو المجد مديرا فنيا لفريق كاسكادا، ده اللي طبعا برئاسة السيد عادل ناصر، تعيين الكابتن محمود عز أبو المجد مديرا فنيا للفريق الأول خلال الفترة القادمة. وكابتن نادر السيد طبعا في مركز شباب طامية، وطبعا بنبارك له على المستوى الرائع لأحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب 2003 اللي موجود في اللي كان موجود في كاس العرب، ونجم هيبقى له باع طويل جدا. قبل بس ما اختم، اتكلم ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت عن موضوع المراهنات في الدوري المصري، وقال لك ان الاتحاد المصري لكره القدم ازاي يشتغل في المراهنات وي 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 وي. فالموضوع ببساطه جدا كلمتين ورد غطاه. هناك شركه راعيه للاتحاد المصري لكره القدم وهي شركه بريزنتيشن. شركه بريزنتيشن معاها شركات، يعني شركات الاعلان اللي عندها زي شركات الاتصالات المحموله، ومنها شركه اكسب، منها شركه اكسب. شركه اكسب زيها زي شركات الاتصالات بدون ذكر اسماء. لما اقول لك ابعت لك رساله، ابعت رساله بخمسة جنيه وتوقع كذا تكسب كذا. فشركة اكسب عاملة مسابقة بتشارك فيها بعشرين جنيه، واللي هيكسب واحد فقط في النهاية ياخد مش عارف 100 مليون ولا ايه. فالشركة بريزنتيشن حطت الاعلان بتاع الشركة على الصفحة الرسمية للاتحاد، لان من حقها تحط على الصفحة الرسمية كما هو موقع وعلى سور الاتحاد. وزارة شباب ورياضة يعني برضو الموضوع ايه، وحصل برضو تحقيق وحصل بتاع، ما فيش اي شيء. لكن عشان الدنيا تهدى وما فيش حد يفكر في حاجة، خلاص شيلوا الاعلان. لكن شركة اكسب دي واخدة موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واخدة موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي. المراهنات عبارة عن ايه؟ مثلا 20 بيتراهنوا قدام 20، الماتش ده هيكسبوا فلان، للعشرين يكسبوا، للعشرين التانيين يخسروا. أمال دي مسابقة زيها زي أي مسابقة بتعملها أي شركة من شركات الاتصالات. فالاتحاد المصري لن يسمح بالمراهنات إطلاقا، لأنها بتنافي شريعتنا زي ما أنتم عارفين، والناس حرموها، وبالتالي لا نية ولا يقدر حد يعمل كده، لأن في دولة بتحاسبك، وفي وزارة شباب ورياضة، وفي وزير شباب محترم جدا في أي حاجة من دي بيبقى على طول إيده فيها. فمفيش حد هيجازف بسمعته ولا هيجازف بتاريخه في حاجه زي دي. فدي شركه واخده موافقه من وزاره التضامن الاجتماعي، شركه من ضمن الرعاه اللي موجوده مع شركه بريزنتيشن اللي هي راعيه الاتحاد المصري لكره القدم، اللي من حقها اي شركه موجوده معاها بتبقى موجوده على الصفحه الرسميه او على سور الاتحاد المصري لكره القدم. فشركه اكسب اللي هي واخده موافقه التضامن الاجتماعي عامله مسابقه زيها زي شركات الاتصالات بالظبط. امال المراهنات زي ما احنا عارفين في انجلترا وفي الدول التانية، راهن من المباراة دي ايه، ينزل 100 قدام 100، ينزل 1000 قدام 1000، دولة يخسروا دولة تكسب. امال ده واحد في النهاية هو اللي هيكسب، لا ازيد ولا اقل. اطلع بتقرير عن ايه يا شباب؟ طيب، طنطا بعد عودتها الى دوري القسم الثاني معاها مدير فني على اعلى مستوى كابتن عمرو انور، ماذا قال للزميل مصطفى الراسخ عن استعدادات الفريق للموسم الجديد؟ اشوف تقرير زميلنا مصطفى الراسخ، وارجع مع ضيوف الاعزاء كابتن علاء نوح والناقد الرياضي الزميل عبد الحميد فرج. اخذنا وقت كتير على ما استقرينا على الكابتن عمرو انور، كان العروض كتير عندنا جدا، والحمد لله لجنة الكرة استقرت ومجلس إدارة على كابتن عمرو أنور، وهو حاجة محترمة قوي، ومع كابتن حمادة يونس وباقي أعضاء الجهاز الفني اللي كان موجود في النادي والإداري والطبي، وإن شاء الله يحقق طموحاتنا كلنا يا رب إن شاء الله. كابتن عمرو أنور طبعا في اتدرب كذا نادي، هنقول في وضع مقارب من نادي طنطا، بالاضافه الى ان هو كان لعيب مميز جدا، فيقدر يقرا، يبقى قريب من اللعيبه ويقرا الملعب معاهم.
وباذن الله لما قعدنا وكلمنا معاه لقينا ان هو عنده طموح ان هو يبقى موجود في الدوري الممتاز، واحنا طبعا نفسنا لمجلس الاداره ككل مع الجماهير ان احنا طنطا ترجع لمكانها التاريخي الطبيعي في الدوري الممتاز. فباذن الله ان شاء الله يكون هو رجل المرحله مع الشباب اللي ورا الفريق اللي ورا، وباذن الله نقدر نصعد بيه الدوري الممتاز باذن الله. ان شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير طنطا الاول. انت عارف جماهير الجماهير الانديه الجماهيريه دي يبقى لها طبع خاص، واحنا اللي واخدين عليه دايما في النادي الاهلي يبقى عندك جمهور، فده بيدي حماس للعيبه وبيدي حاجه كويسه جدا. احنا ان شاء الله بنستعد بدايه فتره اعداد ده يمكن الاسبوع الثاني ان شاء الله، نتمنى ان نعمل فرقه كويسه ويرضى بيها جمهور طنطا الاول وبعدين مجلس اداره، وان شاء الله نبقى ندي كويس للفرقه يعني. بشكر مجلس الاداره على الثقه، شرف ليا طبعا ان انا اكون متواجد في نادي طنطا. زي ما انت قلت نادي جماهيري ونادي ليه شعبيه ونادي ليه اسم وتاريخ، يعني بتمنى ان شاء الله ان احنا يعني يكون التوفيق حليفنا ان شاء الله باذن الله، ان احنا نقدر نساهم ان احنا نرجع نادي طنطا لوضعه الطبيعي في الدوري ان شاء الله. اكد ان كل شيء بنشتغل بنظام، وفي امور كتيره احنا بنستعد لها ما بنعلنش عنها. ما ينفعش ان انا اعلن عشان نطمن الناس كلها، اعلن كل خطه بقولها على الملأ. هناك خطوات ايجابيه في مصلحه الفريق بنحتفظ بيها، وبالتنسيق مع لجنه الكوره وبالتنسيق مع اداره النادي، وهنعلن عنها في الوقت المناسب. احنا بنستعد استعداد جيد بخطوط سليمه وفقا للسياسه العامه للنادي، وان شاء الله حريصين ان احنا يكون لنا تواجد على مستوى عالي في المسابقه ونحقق الاهداف بتاعتنا اللي هي تحقق اهداف النادي ومنسوبين النادي وجماهير النادي. احنا يعني طبعا السنه اللي فاتت الحمد لله ربنا كرمنا وصعدنا من الدرجه الثالثه، كان موسم صعب ومحدش كان يعني كتير، كان في ناس كتير متوقعه اللي هو الطبيعي ان انت تصعد، والحمد لله صعدنا وربنا كرمنا. جالنا كابتن عمرو انور مدرب كبير ومدرب محترم، يعني بنشتغل على اللي موجود، فرقتنا محترمه فرقتنا كبيره، وبنجيب شويه تدعيمات. كابتن عمرو طبعا بيدعمنا بشويه لعيبه محترمه على القوام اللي موجود، لعيبه خبرات كلها فنيات عاليه، محتاجين بس توفيق ربنا وكرمه، واحنا بنتعب وبنجتهد ونعمل علينا وان شاء الله خير. 24 مدير فني و24 جهاز بيتم تغييرهم في الانديه في الدوري الممتاز هذا الموسم، باستثناء ناديين نمسك الخشب ربنا يديهم الصح وكملوا على طول، كابتن علي ماهر في فيوتشر وكابتن خالد جلال في البنك الاهلي، وعاملين نتائج اكثر من رائعه. الفقرة المتبقية عندي كلام كتير جدا في كل ما يدور على الساحة الرياضية، هنتكلم في كله وبأريحية كاملة. معايا ضيفين كريمين، الكابتن علاء نوح صديقي العزيز والمدير الفني للعديد من الأندية سواء في الدوري الممتاز أو في القسم الثاني. منور الدنيا كابتن علاء. أنا بتشرف بوجودي معاك يا دكتور، وأنت اللي منور الدنيا دايما. جاهز على طول تشوط ولا؟ جاهز، أنا جاهز. ولا نديها بس؟ لا لا لا، هنتكلم على طول في الموضوع. هتكلم بمصداقيه وبامانه يعني بإذن لان الله. مش هينفع قعدتك دائما مش هينفع ان احنا كل سنه خلاص ما بقاش في انتخابات فلازم يبقى في تطبيق تمام عشان نوصل لاحسن حاجه لمصر باذن الله. يعني ايه ما عادش في انتخابات وفي تطبيق؟ انا بتكلم كان الاول اتحاد الكوره، هم الاتحاد الكوره جاي بايه؟ لا كان الاول الانتخابات كمان سنه كمان سنتين بيعملوا حساب الجمعيه العموميه يعني طب احنا مش هنطبق دوري المحترفين، مش هنطبق، مش هنعمل الدرجه الاولى تحت. بس الكلمه خطفتني بس انا قلت أنا احنا غيرنا ولا ايه يا جماعه؟ ايوه ما هو دلوقتي خلاص احنا جايين لازم دلوقتي بتعمل لمصلحه الانديه بس مش لمصلحه الانديه، مصلحه تطوير الكره المصريه بما لا يتعارض مع اللي انت تيجي على الانديه بشكل ما هو انا عشان ما اجيش على الانديه يبقى لازم يبقى في رعاه. انا معاك لازم يبقى فيه رعاه. نتكلم بقى في الموضوع بالتفصيل بس ارحب بضيف الثاني ولا عاوز اخش الموضوع على طول؟ انت اللي كلمتني. طيب صديقي العزيز واللي بنورني لاول مره لكن كعادته دائما متالق وبسعد دائما بارائه وبكتاباته المختلفه، الصديق العزيز الناقد رياضي عبد الحميد فراج، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا دكتور، وسعيد جدا بالمقدمه ديت واتمنى ان انا اكون قدها، وسعيد جدا ان انا في ضيافتك النهارده، وكل التحيه لمشاهدي قناه صدى البنك. كابتن علاء بادئ حماقه علينا، مش بادئ سخن شويه كده مش عارف يعني حتى هو لما بيلعب الماتش بيبدا كده بيدوب بعد كده واحد جس النبض المفروض ما فيش جس نبض على طول ده دخل هجمه شوط على طول. بقى لنا 10 سنين عايزين نطبق دوري محترفين، وانت القضيه النهارده دوري المحترفين. ايوه ما انت احنا بقى لنا عاوز تبدا بالقضيه دي، بقى لنا 5-6 سنين في مصر نبدا بيها، المنتخب بتاعنا مش كويس. طيب تمام بسبب الموضوع ده
انا النهارده بعمل دوري جه عندنا كورونا وجه بعد كده السنه الاولانيه كورونا والسنه الثانيه نادي الزمالك قال مش هلعب راح النادي الاهلي قال مش هلعب والسنه دي نفس القصه صح ولا مش صح؟ فين الفتره اللي بيها لو المنتخب عايز يعمل معسكر اجيب له وقت منين واجيب له ايام منين؟ فين الفتره اللي الفرق بتاعتنا بتاع اللي بتلعب في افريقيا ليه كنا الاول من ثلاث سنين كنا دايما في النهائيات دايما الفرقه المصريه بتلعب نهائيات فاحنا عايزين يبقى في بنلعب افريقيا بنلعب نهائيات وناخد بطولات الانديه والمنتخب بيعود على المنتخب برضو احنا كانديه الاهلي خد النسخة الماضية والسنة دي خرج من النهائي المنتخب وصل النهائي بعد غياب في كاس الامم ماشي لا النتائج ما كانتش وحشة بس الكرة مش كرة مصر الكرة مش كرة مصر تعاوز اداء ونتيجة بالظبط ما احنا عندنا حتى الجيل بتاع 86 ما لعب كرة كان هنا في مصر يعني حتى جيل 86 كان الكابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب وكابتن شوقي غريب وكابتن جمال عبد الصدقي وكابتن محمد عمر وعلي شحاته وربيع ياسين وكان مجدي عبد الغني ربنا يشفيه يا ربنا يقومه بالسلامه ويشفيه وكان علاء ميهوب يعني محفوظ بالالقاب الكباتن كبار دي كلها وكان الكابتن اكرام وكابتن ثابت البطل وكابتن شوبير كان في المجموعه دي كلها فكان في كوره وخدنا البطوله بعد كده 98 كنا حتى احنا رحنا ما كناش متفائلين في 98 بس رحنا عملنا احسن كوره في جنوب افريقيا مع الكابتن جوهر رحمه الله عليه كان جيل عظيم برضو يعني بنقول للكابتن حسام حسن ابو ريم حسن كل سنه وانتم طيبين عشان الناس كلها ناسياهم عيد ميلادهم ايوه لا اثنين من يعني كل سنه من طيبين اثنين من اساطير الكره في مصر ومن افضل اساطير الكره في مصر على مر التاريخ روحا واداء وبالمناسبه دي حسام وابراهيم الصغيرين امتداد ان شاء الله الكابتن حسام وابراهيم حسن حسام عادل وابراهيم عادل في منتخب 2006 وبيلعبوا في النادي الاهلي افتكروا الاسمين دول هم القادمين برضو امتداد لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن توأم وبرضه ما تعرفهمش يعني من بعض كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن لا ده دولك في حته تانية أيوة على مستوى التدريب وعلى مستوى يعني اللعب عجبني كابتن حسام ميدو لما اتكلم وقال ازاي ان اتحاد الكوره ما انهمش بعيد ميلادهم وازاي النادي الاهلي وازاي نادي الزمالك هم راحوا فتره نادي الزمالك ما كانش الزمالك بياخد بطولات ورجعوا لهم بطولات في افريقيا وفي الدوري والامور دي كلها وفي النادي الاهلي كانت برضو بطولات كتير طب. يعني ناس تاريخ حتى في منتخب مصر ازاي الناس دي تتنسى يعني ازاي الناس دي ما تتهناش ده ناس معلش يعني دول عظام ده اتعمل لهم تماثيل يعني كابتن حسام حسن ده من اعظم الفراوده اللي جت في تاريخ افريقيا انا اؤيدك تماما يعني مفيش حد يقدر ينكر ابدا يعني احنا نقول الهداف كابتن حسام الهداف حسن كابتن ابراهيم في مصر لكن كابتن حسام حسن من اعظم الفراوده اللي جت في تاريخ افريقيا كابتن ابراهيم حسن من اعظم الناس اللي جت باك رايت في مصر احنا النهارده قول لي مين الباك رايت بتاع منتخب مصر ابراهيم حسن كنت يعني حد خلاص احنا احنا عارفين المنتخب مين بيلعب باك رايت ومين بيلعب باك ليفت عارفين خلاص النهارده احنا مش عارفين اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر فازاي الناس دي تتنسى ازاي ما تهناش ازاي ايا كان بقى هم ما ضربوش المنتخب ضربوا المنتخب لكن الناس دي تاريخ تمام لازم تاخد حقها يعني معاك نقد مقبول للغايه وبشياكه ومعاك في كده طيب انت عاوز تبدا دور المحترفين فيما يخص القسم الثاني ولا انا القسم الاول لازم يبقى 16 فريق 16 فريق ولازم السنه اللي جايه الدوري الممتاز ما يحددوش الانديه النهارده اتحاد الكوره السنه اللي فاتت بدا قعد معاهم وقال لهم في عندي هلعب دوري دور واحد هلعب دوري دور واحد وبعدين هاخد اول 8 يلعبوا على البطوله وال10 يلعبوا على اللي نازل او هلعب الامور دي كلها الاتحاد الانديه هي اللي حددت هي اللي حددت وقالت نلعب الدوري من دورين وصلنا للي احنا فيه لعيبه الاهلي والزمالك او لعيبه مصر كلها اجهدت ومش قادرين مش قادرين نستمتع بالدوري مش قادرين نستمتع بالكوره المنتخب بتاعنا وصل نهائي وصل بس مش كورتنا مش دي مصر مصر الولاده اللي مهما هنقول على لعيبه هنقول على اجيال كتير يعني طيب. ولاعيبه كتير قوي فلازم الدوري الممتاز مبدئيا يبقى 16 فريق لازم يبقى في قرار قوي ويبقى 16 فريق والدوري السنه الجايه اللي يحدده اتحاد الكوره مش الانديه ما هو الدوري السنه الجايه ما ينفعش 16 فريق لان انت محدد انا خلاص بتكلم على اللي بعد كده ان السنه الجايه برضو عندنا في مشكله لازم يبقى ممكن يبقى في الاتحاد الكوره هو اللي يحدد هيعملوا مجموعه من دور واحد وبعد كده ياخد 8 يلعبوا على البطوله 10 يلعبوا على الهبوط ماشي بحيث يبقى في وقت للمنتخب عايز يعمل معسكر عايز يعمل ماتشات ده دور برضه رابطه الانديه اللي بتدير الدوري الممتاز بالظبط لازم يبقى في قرار وننسى بقى خلاص احنا بقت الكره صناعه تمام اللي مش هيقدر يدعم فرقته ويشتغل من بدايه الموسم هو ما يلومش غير نفسه
طيب ناقدنا الرياضي الاستاذ عبد الحميد فراج مع اقامه دوري السوبر الافريقي الذي اعلن عنه من خلال موتسيبي الرئيس اتحاد الافريقي كره القدم اصبحنا في ورطه حقيقيه. ده انا قلته في المقدمه. الاول كان اللي بيصل للمباراه النهائيه في دوري رابطه الابطال بيلعب 13 مباراه، دلوقتي هيلعب 21 مباراه، وبالتالي احنا كنا هنا بنشتكي من تلحم المواسم، من كثره المباريات وتاثيرها على اللاعبين من حيث الاصابات ومن حيث الاعداد البدني الى اخره. أصبحنا الآن في وضع لا نحسد عليه، ولابد من إيجاد صورة مثلى للدوري الموسم القادم عشان تتلافى تلك المشكلة. شوف خلينا نتفق على حاجة دكتور إيهاب، إن الموسم القادم ربما التأثر بتاعه هيكون أقل شوية من الموسم بعد القادم مع تطبيق دوري السوبر، لأن دوري السوبر إن شاء الله هيبدأ في أغسطس المقبل في 2023 وتأثيره هيمتد على البطولة بالنسبة لنا إحنا الموسم المحلي بعد القادم. ولكن وجب التنويه وجرس انذار حضرتك بتطلقه من خلال برنامجك ان مهم قوي ان احنا نبدا من دلوقتي نستعد ونشوف وهنشتغل ازاي. انا شايف ان لب اساسي من الازمه اللي بتعيشها الكره المصريه بقالها فتره كبيره وتلاحم المواسم والموسم الاستثنائي، المصطلح اللي بنسمعه بقالنا كتير، هو فعلا الكابتن علاء اتكلم عنها، عدد فرق الدوري الممتاز في الدوري المصري لازم نقل يبقى 16 فريق. البعض هيقول طب ليه، طب ما دلوقتي كل الدوريات بره 20 فريق وبتبقى في انتظام ومفيش اي مشكله وفي بطولات عادي جدا. احنا عندنا ازمه داخليه وازمه في القاره نفسها اللي احنا بنتبعها، قاره افريقيا نفسها يا دكتور، اصلا احنا عندنا ازمه كبيره جدا، ممكن تلاقي في ميعاد اتغير في وقت معين، في تغييرات، لا ده في كذا هنرحل هنعمل، في عشوائيه برضو موجوده في السفر. احنا مش زي اوروبا بنسافر ساعتين ثلاثه، احنا بنقعد كل يومين سفر. مش ده احنا بنوضب لرحله 2006 مسافرين الجزائر يقول لك لازم ترانزيت، انت رايح وهران، اما نروح تركيا وبعد كده نطلع على وهران مباشره، او تروح الجزائر وتاخد طياره ثانيه. شغلانه عندك ازمه كبيره جدا، مهم جدا ان احنا نقلل عدد الفرق. لو مش هنقلل عدد الفرق وهنعتمد ال 18 فريق، مهم جدا ان احنا بنناشد رابطه الانديه المحترفه اللي بتدير المسابقه دلوقتي انها تبقى فعلا في اجنده منتظمه موجوده نستعد فيها للموسم ده والموسم بعد القادم. متفائل شويه انا يا دكتور علشان ان الموسم الجاي ربما يكون فيه نفس شويه هناخده، اللي الكابتن علاء اتكلم عنه فكره تلاحم المواسم واللعيبه استهلكت بدنيا. شايف ان مع وجود الشهر اللي هنريح فيه في المونديال كاس العالم، كاس العالم ممكن يريح الفرقه شويه، ان انت بدات اصلا من دلوقتي اعلنت موعد البطوله في نص اكتوبر واحنا هنخلص 30 اغسطس، فبرضه عندك يعني شهر هتلتقط فيه الانفاس وتبدا تستعد، برغم ان الانديه اللي بتشارك في افريقيا ما فيش عندها يعني ما فيش فرصه هتطلع من 30 اغسطس هتلعب تسعة تسعة والعوده الاهلي وبيراميدز وما تخش بعد كده في الدور اللي بعده هيشارك بقى الاهلي والانديه الثانيه في اكتوبر، ففي ضغطه جامده فمش هياخدوا من التسعه بس على الاقل هيلقطوا نفسهم شويه. اتمنى ان شاء الله ان يبقى في تفكير من دلوقتي، لان زي ما حضرتك نوهت ان 21 مباراه للفريق اللي هيوصل للمباراه النهائيه في الدوري السوبر هيبقى موضوع صعب جدا، نفكر فيه من دلوقتي لانه تاثير الموسم الجاي مش هيبقى كتير قوي، ولكن تاثير الموسم بعد القادم نشتغل عليه من دلوقتي هنعمل ايه. طب الصوره المثلى من وجهه نظركم حضراتكم الاثنين لشكل الدوري تقترح ايه؟ يبدا كابتن علاء. طيب. لا انا بقترح تلعب من واحد، اخد 8 يلعبوا على البطوله و10 يلعبوا على الهبوط. ده يوفر 10 مباريات. هيوفر معاك وقت كتير. 10 اسابيع. هيوفر معاك وقت كتير ويبقى في فتره راحه وفي كل حاجه. والمنتخب لازم ندي فرصه، ما هو يعني كابتن حسام البدري احنا ليه التصنيف بتاعنا ما كانش تصنيف اول؟ عشان ما لعبناش ماتشات وديه، عشان هي اللي كانت بتدينا بنط بتوصلنا للتصنيف الاول. عشان كده احنا وقعنا مع السنغال احسن فرقه في يعني في افريقيا، عشان كده تداركنا ده دلوقتي ولعبنا بالزبط. ولسه هنلعب يجي ثلاث مباريات خلال فتره لازم نبقى برضه يعني حتى يعني الكلام ده ما بيحصلش غير في افريقيا بس. التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه اتاجلت، ما نسمعش الكلام ده في اوروبا طبعا، ما بنسمعش الكلام ده خالص، لمجرد ان الدوري اللي هو السوبر ده ملوش لازمه. ما تلعب الدوري انت هتختار الصفوه، هتختارهم الصفوه على اساس ايه؟ هو انا زي ما قلت ما يعني هي لقت موافقه في الدول جنوب وشرق افريقيا عشان سيطره الشمال الافريقي على الفوز بالبطوله في السنوات الاخيره، اخر خمس مواسم ما بين تونس ومصر شمال افريقيا والمغرب شمال افريقيا. طب انت هتلعب شمال افريقيا كلهم مع بعض اذا كان هم الابطال، هم عشان كده اذا كان هم هم عشان هم الصف عشان يبقى الاقيهم في الاخر في المربع الذهبي على الاقل فرقتين هم الصف من اللي فرقتين كده فرقتين كده هم الصف وهم الصف بتوع افريقيا. انت بتبعدهم ليه؟ عشان انت ما بتدورش على الصالح بقى، انت بتدور الموضوع بيزنس.
يعني الموضوع كده بيزنس بالنسبه لكم. الدوري اللي اوروبا ما عرفتش تعمله انت جاي بتنفذه هنا. هو فين رئيس الاتحاد الدولي من دوري زي ده؟ انت ما عرفتش تنفذه هناك. الانديه اعترضت وتدخلت وانتوا تدخلتوا ووقفتوا الموضوع ده اللي هو كان هيخش فيه ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد والفرق الجامده دي. انا هيعملوا دوري سوبر بينهم. انت النهارده في افريقيا بتنفذه ليه؟ انا قلت لك هو عشان كده مساله رعاه واستثمار في الاول وفي الاخر وردا على سؤال الكابتن علاء, لا ده جياني انفانتينو كان موجود وكان داعم للفكره, داعم جدا يعني هي لعبه بينج بونج. بوسيدي قال له انا هدعمك انا وكل اتحادات القاره الافريقيه معاك في فتره رئاسيه قادمه, وهو دعم الفكره ودعمها بقوه جدا جدا. رعاه واستثمارات في الاول وفي الاخر, وبعدين بداوا يدخلوا معاها يعني شويه مكملات كده. قال لك احنا الاستثمارات ديت هنطور المدارس في افريقيا, هنطور الكره النسائيه في افريقيا, هنطور البنيه التحتيه. سواء في الاساس هو التفكير الاساسي فكره الاستثمارات والرعاه هتعود على فكره بالنفع على الانديه المشاركه عندنا. لان انت عندك حتى مجرد المشاركه تقريبا النادي هياخد 3.5 مليون دولار, فرقم رقم مهم جدا. وبعدين بيتكلم في ان انت اعمل صفقاتك ودعم دنيتك وهات لي النجوم. بس زي ما انت قلت يا دكتور ايهاب, هو محاوله لانهاء سطوه شمال افريقيا على البطولات الافريقيه. عندك انا بصيت على ال 14 دوله اللي هتبقى في غرب القاره, تقريبا ما فيش فيهم في الدول اللي واقفه على رجلها كرويا غير نيجيريا وغانا. ونيجيريا وغانا في الانديه ما فيش اسماء دلوقتي بقى لنا فتره كبيره. ممكن جنوب افريقيا في جنوب افريقيا هتلاقي مثلا اوف سان داونز ممكن, وممكن يطلع معاه مازيمبي. بس في المجموعه الثانيه مش هتلاقي, مفيش, ما معكش يعني. انا بدور على فين فرق نيجيريا بتاعت زمان, معلش موجوده فرق غانا مش موجوده. انت السنغال من ما فيش انديه عندها, الانديه عندها ضعيفه, لكن عندهم منتخب قوي. ساحل العاج نفس القصه, ما عندهمش, لان عندهم العنصر اللي دخله كله بره. العناصر اللعيبه الكويسه ما بيستنوش عليها, مش زي عندنا في مصر. يبقى اللعيب ما لعبش ماتشين ويجي له احتراف بره, احنا عايزين 10 مليون على اساس ايه؟ ما الناس دي ما بتدفعش فلوس كده وخلاص. يعني هو صلاح, محمد صلاح, هو وصل للمبالغ دي, وصل للارقام دي ازاي؟ لعب في بازل كام سنه, بعد كده راح تشيلسي, بعد كده راح فرونتينا, بعد كده راح روما, بعد كده بص سنين عبل ما وصل للمبالغ ديت والارقام دي. مش ما بينهم وليه ما بيدفعوش فلوس كده وخلاص؟ لا 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 لا, لا. انا بدفع القرش عارف انا باخده قد ايه, لكن انت ادي مميزات. زي النهارده اللعيبه في مصر الانديه بتشتكي من اسعار اللعيبه, ما انتوا اللي رفعتوا اسعار اللعيبه ديت. انت اللي بقى كده بيبقى موجود اللعيب والانديه تتنافس عليه, بقى اللعيب بقى خلاص حاطط رجل على رجله ومش همه الانديه. هرجع لك لتسعير اللاعبين, لكن عاوز اخد شكل الدوري برضه من وجهه نظرك, تقترح ايه؟ اعتقد ان رابطه الانديه لا تفكر في تغيير شكل الدوري في الموسم الجديد. ده من خلال يعني استنباط كده شويه مصادر موجوده. ما اعتقدش ان هيحصل تغيير, حتى ما انطرحش في الموضوع ده. احنا خلاص احنا ناقص لنا 4 جولات وينتهي الموسم الحالي, وتم الاعلان عن بدايه الموسم المقبل خلاص. بس دوري السوبر ما كانش واقع, اصبح واقع حقيقي. اعتقد كان يعني في متغيرات زي ما قلت لك يا دكتور, هو هيأثر على الموسم بعد القادم بالنسبه لنا احنا في مصر مش القادم. فهم مهم ان احنا نبدا نفكر هنعمل ايه في الموسم الجاي كمتغيرات نبني عليها الموسم المقبل. يعني لازم نتكلم من دلوقتي ان الهبوط ربما يكون 5, صعود 3, عشان نتكلم في شكل 16 فريق. وفي الوقت ده هنمشي عادي دورين, واعتقد مش هيبقى فيه ازمه. تمام, الخمس جولات اللي زادوا في الدوري السوبر, يبقى اذا شكل المسابقه مش هيأثر علينا الموسم ده, انه هيبدا من عشان 23 يبقى لازم توضب للدوري. ولكن مهم ان احنا زي ما حضرتك قلت جرس انذار, ونفكر من دلوقتي شكل المسابقه للموسم الجاي اللي هيبني عليه بعد القائمه. تمام. طيب ده الملف الاول اللي انت بدات لي بيه, وسبتك تختار. اختار انا ولا اختار؟ لا اختار, اتفضل استاذ حميد. عاوز نتكلم فيه زي ما حضرتك عايز يا دكتور. انا معاك. انا صراع القاعه لو حضرتك لو حابب نبدا فيه. نبدا بصراع القاعه. الدوري ملتهب يعني. اذا الدوري الموسم ده زي ما قلت شكل تاني وطعم تاني واروع ما يكون, سواء في المقدمه بعوده الزمالك مره اخرى بعد الموسم الماضي, طبعا خد البطوله والموسم ده متمسك بيها. تمام, وعندنا كمان بيراميدز كان يعني منافس قوي جدا, الاهلي بفوزه في الاسبوعين الاخرين, لكن الزمالك محتاج 6 بونت من 4 مباريات واصبح البطوله اكلينيكيا اصبحت في الزمالك. هي مش قادر اتكلم فيها. لا مفيش كلام فيها دي. صراع الهبوط هو الاشرس, هو الاشرس, هو الاشرس. وعندنا هنتكلم بالورقه والقلم كل فرقه فاضل قدامها قد ايه, لكن عندي تقرير عن استعدادات ديكرنس للقسم الثاني, وفاصل وارجع اكمل معاكم فيها. تمام, اتفضل. احنا اتفقنا مع اللعيبه من اول يوم في فتره الاعداد الجديده. طبعا احنا عملنا صفوفنا بخمس لعيبه, فموجود معانا القوام الاساسي بتاع الفرقه من السنه اللي فاتت, معانا تقريبا حوالي 21 لعيب, ومعانا حوالي من ضمن القوام الاساسي بتاعنا حوالي 6 ناشئين من ولاد النادي يعني. فالحمد لله احنا مستقرين على الفرقه بشكل كبير.
فدي مديانا اريحيه في الشغل، ان الشغل يعني شغلنا محفوظ والطريقه محفوظه. طبعا هنجدد حاجات في الشغل في التكتيك بتاعنا وكده، وهندخل الناس الخمسه اللي هم اللي قلنا يبقوا اضافات لينا ان شاء الله. بس احنا اتفقنا على اتفاق انا واللعيبه، قلت لهم احنا هنبتدي يعني ايه من النهايه. احنا هنا فين؟ ربنا كرمنا السنه اللي فاتت من واسع، وربنا واقف جنبنا في حاجات كتير قوي السنه اللي فاتت. فاحنا هنا فين؟ المركز الثاني. احنا هنبتدي من النهايه، نبتدي من النهايه. حضرتك بقى نهايت في المركز الثاني ان شاء الله تروح فين؟ فوق. هي احنا باصين لفوق مش باصين لتحت، فان شاء الله نقدر نشتغل ونحفز اللعيبه في شغلنا وفي شغل البدني والفني وكده، وان شاء الله نوصل للهدف اللي احنا عاوزينه ان شاء الله. طبعا معانا فرقه كويسه السنه دي وناس بتلعب معانا، معانا كابتن حسام عبد العال، معانا كابتن احمد عبد الله، كابتن ميشو، كابتن محمد سعد، كابتن ابراهيم الوزير. الناس بصراحه شغاله معانا شغل كويس السنه دي، احنا فعلا لازم نصعد السنه دي، هنعمل حاجه كويسه السنه دي. سفيت طبعا عملنا كل اللي علينا بس فنشنا تاني، طبعا ما كانش في صعود لينا، طبعا دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا. السنه ان شاء الله ناويين نصعد ان شاء الله. يعني احنا متركزين قوي ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه السنه دي. نادي تكرنس مركزين من السنه اللي فاتت ان طلعنا مركز تاني، هدفنا الاول الوحيد ان احنا نطلع مركز اول نصعد بنادي تكرنس. معايا الشيخ ومعايا عمر ومعايا كاميني ومعايا فتوح تحت السن، الاربع حراس كويسين جدا، بنحاول نطور مع الناس الشغل ان شاء الله. ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. دي تاني فتره من الاعداد، عملنا الفتره الاولى في تكرنس ودي تاني فتره في معسكرات، ان شاء الله نطلع منها على ماتشات وديه، ثم المعسكر المباريات هتبقى في القاهره ان شاء الله. خلاص، وبنامل من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون موسم خير علينا، لان كلنا بنلعب على حاجه واحده بس بالنسبه كتكرنس، خلاص على الصعود. ان شاء الله تكون سنه سعيده على كل المنظومه الرياضيه في مصر، اجهزه فنيه ومجالس ادارات ولاعبين ولجنه التحكيم. بالنسبه للدوليه كان في تفاوض من فتره، لكن كان في طبعا انت عارف نادي نجوم مصر صعد حديثا من القسم الرابع للقسم الثالث، عنده طموح او هم عاملين خطه لطويله المدى شويه 4 سنين، ان هم في خلال ال4 سنين يكونوا ان شاء الله في الدوري الممتاز. وعلى هذا الاساس حصل التفاوض والاتفاق، وجينا قدنا نجوم مصر عشان ان شاء الله يبقى لينا فرصه ان احنا ان شاء الله باذن الله يكونوا نحطهم في المكان الطبيعي اللي هو ان شاء الله المنافسة على الصعود، ويكون نهاية السنة إن شاء الله صعود لنادي نجوم مصر. الحمد لله أنا موجود منذ نشأة النادي هنا، فكنت مدرب في قطاع الناشئين تحت مسك مريد 2001 3 مواسم على التوالي. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وبقينا موجودين مع كابتن رمضان رجب في جهازه، وإن شاء الله هدفنا الصعود السنة دي بإذن الله، وعندنا سكواد عالي من اللعيبة، وهدفنا إن شاء الله بإذن الله الصعود. يعني إن شاء الله بإذن الله في الممتاز قريب جدا بإذن الله السنة دي، سنة الصعود بإذن الله، وتكون سنة خير بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طبعا بقيادة العالمي كابتن رمضان رجب، ما شاء الله فترة إعداد ما فيش بعد كده، إن شاء الله استعداد قوية مع المعد البدني دكتور إسماعيل، بإذن الله سنة صعود نادي نجوم مصر بإذن الله إن شاء الله. إحنا السنة دي بادئين بداية قوية، بنكمل على اللي فات، معانا السنه دي جهاز فني على اعلى مستوى، احنا ان شاء الله منتظرين منه خير، وكلنا باذن الله هنا في المكان من اول ما دخلنا المكان عارفين ان المكان ده بيلعب على الهدف، وان شاء الله باذن الله احنا نقدر نحقق ده للمكان باذن الله. احنا في نادي نجوم مصر منظومه محترمه، شايفين طبعا الملعب حاجه محترمه وفندق ومنظومه مش موجوده في الانديه، انديه الدرجه الثالثه لا، ده زي انديه الممتاز، و متعاقدين مع لاعبين مش للدرجة الرابعة ولا الدرجة الثالثة، لا لاعبين تقدر تلعب ممتاز به وممتاز كمان. إن شاء الله هدفنا السنة دي إن شاء الله الصعود، وعندنا هدف وإن شاء الله هنوصل إن شاء الله في آخر الموسم هيبقى هدفنا الصعود إن شاء الله. رجعنا حضراتكم مرة تانية وبكمل هذا الحوار الممتع والشيق مع ضيفي الكريمين كابتن علاء نوح والناقد الرياضي الأستاذ عبد الحميد فراق. كابتن علاء، الصراع على أشد في الدوري الممتاز من أجل يعني الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني،
مصر مقاصة للأسف الشديد بعد سنوات في الدوري الممتاز هبط رسميا إلى دوري القسم الثاني ويتبقى ثلاث فرق. كيف ترى هذا الصراع؟ ما هو الصراع بقى يعني بقى بين الأربع فرق ما بين غزل المحلة من أول النقطة ثلاثة من أول 30 من أول 30 غزل المحلة غزل المحلة 30 عندنا إستر كمباني 28 الجونة 28 المقاولين 26 صح كده؟ تمام والمقصة 15 أو 16 تمام المقصة 16 هبط رسمي المقصة هبط من بداية السنة لأن هم باعوا اللعيبة وهي ظروف نادي خلاص إن الشركة نفسها اللي هي مصر المقصة بقيتش تصرف على الفريق واللي هو محمد عبد السلام ساب الفرقة وبعد فكان اللي بيحصل ده طبيعي في مصر المقصة وما قدروش يعملوا موارد للنادي عشان كده حصل إن إحنا شفنا الأندية اللي صعدت صرفت قد إيه ما عدا إستر كمباني يعني بص البنك فاركو صرف قد ايه فيوتشر صرف قد ايه كل اللي بيصعد البنك السنه اللي قبليها كل الناس اللي صرفت قعدت بشكل كويس وعامله مواسم كويسه وزي ما احنا قلنا البنك السنه اللي فاتت لما جاب ايهاب جلال ايهاب جلال الوحيد اللي لحد دلوقتي موجود كابتن علي ماهر جه في فيوتشر برضو ما هو قاعد لحد دلوقتي لان معاه امكانيات خالد جلال قصدك خالد جلال خالد جلال في البنك والكابتن علي ماهر في فيوتشر جاب الامكانيات اللعيبه اللي هو عايزها كلها عنده اداره وعنده ناس وفرت له كل اللي هو عايزه عشان كده نجح ومدعماه فعشان كده نجح ووصل افريقيا ورابع دوري والامور دي كلها فاللي هي الخناقه كلها تحت لان احنا قلنا الزمالك قدامه ماتشين عدى منهم خلاص اللي هو كان فيوتشر وبيراميدز كسبهم ويبقى الدوري خلاص عنده ستة بونت من اربع مباريات هيبقى فاضل الاربع مباريات محتاج منهم ايه؟ محتاج منهم ستة بونت هيقدر يجيبهم مع حاله فوز المنافسين الاهلي وبيراميدز في كافه المباريات خلاص حتى لو حصل الزمالك في الفتره دي من احسن الفرق بس الزمالك من الفتره دي لازم تتحسب للمدرب لازم تتحسب للمدير الفني ولمجلس الاداره اللي وفر له برضه الهدوء مجلس الاداره مجلس الاداره وفر وامير كان واقف ساند قوي في ظهره بدليل ان هو فيرا برضه في الاول خالص في اول سبع ثمان مباريات كانت النتائج مش كويسه وبعد كده بس عشان الزمالك ما بيلعبش افريقيا وما عندوش اي ضغوطات وعنده وقت فالمدرب كان عنده الوقت اللي يقدر يشتغل اللي يقدر يشتغل ويشوف الاخطاء عنده ويقدر يطور ويشتغل لحد ما شفنا الزمالك بهذا لما بدا الزمالك يعتمد على ابنائه اللي الانديه كلها الشعبيه لما بتعتمد على ابنائها بتعمل احسن مباريات وبتعمل احسن دوري وبتعمل احسن كره ما عندهمش مشاكل لكن احنا المشاكل في الانديه الشعبيه ان خلاص ما بقوش يعتمدوا على الناشئين عندهم بقوا بيصرفوا وخلاص يعني في انا عندي حلقه كامله عن الناشئين خلال النهارده الاسماعيلي وصل لكده في ايه وصل لكده لان ما بقاش فين الكشافه بتوع نادي الاسماعيلي الاتحاد نفس القصه كل الانديه احنا هنتكلم بالتفصيل احنا عندنا الاستثمار في قطاع الناشئين للاسف مش استثمار ده اللي انا احط ايدي في جيوب الناس قضت على المواهب اي موهبه دلوقتي عاوز يلعب مش موهبه ادفع. الموهبه مش معوش ادفع فبقت خلاص احنا ادفع احنا هنستثني الاهلي والزمالك من الناشئين لان هو عايز لعيب جاهز انه بيلعب على بطوله بيلعب على فوز بس بيلعب على البطوله وليه هو الزمالك ناشئينه لما قدمهم الموسم ده عملوا ايه ظهروا بسرعه والاهلي برضه ناشئين لما قدمهم الموسم ده عملوا ايه لما ريح لعيبته الاهلي ريحوا ماتش بس الماتش الثاني كويس فاحنا دلوقتي عندنا يعني الخناقه كلها تحت في الاربع فرق دول المحله السنه اللي فاتت نفس القصه كان الاول وفي الدور الثاني جاب 8 بونت يعني المحله في الدور الاولاني السنه اللي فاتت الموسم اللي فات الموسم اللي فات الدور الاول هو اللي ابقى على المحله كان في رابع او خامس الدور الثاني جاب 8 بونت ارجع للمباريات جاب 8 بونت المحله بقاله 7 8 ماتشات ما بيكسبش فدي مشكله يعني احنا هنقول على الورق ان عنده ماتش المقصه المقصه نعتبر المقصه نزلت خلاص ويعني الطموح بتاع اللعيبه خلاص وفي غزل المحله هتبقى وفي غزل المحله والتانيين هيبقوا شرسين في ملعبهم نقطه في الجونه مع فوز على المقصه خلاص بالظبط كده بس هو اعتقد برضه مش هيفرط في اي نقطه هو مش هيفرط ما هي بص يا كابتن مين اللي عنده ثبات انفعالي في الوقت ده؟ احنا امبارح بنتفرج على الجونه ونتفرج على المقاولين الناس تقول لك ماتش وحش الماتش مش وحش اللعيبه كلها متوتره ولعيبه مش قادره وكله خايف لا يجي فيه جون فكله بيحافظ على الشباب مديرين فنيين كبار كابتن طلعت وكابتن شوقي وكل واحد دول يعني انا صعبين عليه صعبين عليه عشان اتظلموا الظلم ان هم تاريخهم معروف معروف بس ما ينفعش تقبلوا مهمة في الوقت ده بالطريقه دي لان الناس كلها عارفه ان في مشكله بس هتحسب عليكم تمام كابتن عبد الحميد ازاي شايف الصراع ده ومين من وجهه نظرك اللي ممكن يكون يهبط في نهايه المسابقه
شايف ان مواجهات ايسترن كومباني اصعب شويه بالنسبه للرباعي لو احنا قارنا مواجهات الجونه والمقاولين وغزل المحله واستر. ايسترن صعبه شويه لانه هيقابل اهلي اسماعيلي بنك اهلي زمالك، اربع مواجهات تقال وصعبين جدا رغم المحاولات اللي بيعملها الكابتن علاء عبد العال مع فريق ايسترن ومؤخرا عامل نتائج طيبه، ولكن انا شايف نتائج مميزه جدا، ولكن شايف ان مبارياته الاربعه القادمه صعبه. المحلة يعني زي ما حضرتك قلت ماتشين ربما يكونوا في مش هنقول في المتناول، ولكن يقدر معاهم كابتن مصطفى عبده مع فريق غزل المحلة يقدر يجمع نقط. انا شايف ان المحلة يعني سهل هيشيل رجله من هيشيل رجله من المنافسة، وعنده لعيبة اللي تخلص، عنده لعيبة هم يرجع فتح الله كمان في خط الظهر هيفرق معاهم، والدعم الجماهيري كمان من جمهور غزل المحلة ده رقم واحد. جماهير المحلة دي جماهير عظيمة يعني لا تاريخ يا كابتن، رقم واحد تاريخ. ويعني نقدر نقول من حظه الحلو ان ماتش المقاصة الجولة بعد القادمة هتكون في ملعب في غزل المحلة. فبنسبة كبيرة هتكون ثلاث نقاط، هما ثلاث نقاط النجاة، والجولة دي هتكون اعلان خروج غزل المحلة من الدايرة دي. هتبقى المنافسة بين الثلاث فرق المقاولين والجونة وايستر. اتخيل ان ايستر هيكون ثاني الهابطين مع المقاصة، والبطاقه الثالثه بقى بين الجونه والمقاولين. في رايي مياله شويه للمقاولين ان هو ممكن يودع برضه بعد غياب، وهيبقى طب ما تشوف يعني كده المباريات الخاصه بالمقاولين والمقاولين عنده المقصه بالجونه، عنده المقصه ثم فاركو ثم الاتحاد السكندري ثم المصري. لو خد الثلاث نقط بتوع المقصه يعني برضه هيقربوا له الدنيا شويه، هيسندوه شويه ولكن هيبقى في الوقت ده الجونه هيبقى محتاج ان هو يطلع من غزل المحله وسموحه، هيبقى عنده المقاولين بعد كده عنده فاركو في ملعبه، وبعد كده يطلع الاتحاد السكندري وكده ويطلع للمصري ان كده كده برج الجوله الاخيره في برج بالظبط. بس يعني والله الماتشات هتبقى صعبه جدا، والجونه في الدايره بس يعني 26 نقطه و28 نقطه، يعني انا بقول النقطتين دول ممكن يكونوا ليدنج شويه للجونه على المقاولين، بس برضو المساله صعبه يعني المقاولين فوزوا على المقصه هيعقد الحسابات لحد الجوله الاخيره. فلا المنافسه شرسه جدا بالثلاث فرق دول، يعني نقدر نحط المحله كده على جنب انه هيهرب من الصراع، وهتبقى المنافسه بين الثلاث فرق دول المقاولين والجونه وايسترن على بطاقتي الهبوط. بس مباراه المحله والجونه ست نقاط ما دي اللي هتفرق الجونه هينزل ولا مش هينزل. لان انا مختلف معاك، لان ايستر كومباني بيعمل مفاجات مع الكابتن علاء عبد العال، عامل مفاجات. مباريات الجونه برضو صعبه، ده الجونه طالع بعد كده لسموحه تمام، وبعد كده رايح له فيتشر، وبعد كده رايح له طالع لبيراميدز. ماشي يا دكتور، يعني سموحه في أسوأ حالاته بقاله ست سبع ماتشات ما بيكسبش، يا بيتعادل يا بيخسر. فبرضه مش سموحه في المستوى العالي. يعني سموحه من بعد ماتش الاهلي بيتهيألي ما كسبش مباراه، يا بيتعادل يا بيخسر. فخلاص بقى في خلاص المراكز خلصت، فالطموح بتاع اللعيبه برضه هيبقى اقل. كنت لسه هتكلم على نقطه الدوافع دي يا كابتن علاء، مهمه جدا دي، مهمه قوي. خلاص اخر اربع جولات الفرق اللي انت هتشارك في افريقيا اتحددت واتحسمت بالظبط، الفرق اللي في نص الجدول امنت نفسها خلاص، ممكن يبقى ماتش بيراميدز وفيوتشر ده ممكن بالنسبه للجونه يبقى ماتش بسيط، لان مفيش دوافع للفرقتين دول في ماتش الجونه. ما تنساش ان الاسماعيلي هيلعب ايستر كومباني، بس برضه الاسماعيلي بعد فوزه خلاص مؤخرا يعني ده خرج من الدايره. هيبقى كلام الكابتن حمزه الجمل ان احنا بندور على مركز، كلام ماشي، بس اللعيبه في الملعب برضه خلاص هتفك، مش هتفك، هتبقى اهدى يعني، ما بقاش في خلاص الشراسه يعني. عشان الاسماعيلي ومكانه انا من اسعد الناس، الاسماعيلي ده كانت تبقى كارثه. انا دايما اقول ما تصورش دوري من غير الاتحاد، من غير الاسماعيلي، من غير المصري المحله. طب انا هستاذن حضرتك بس في حاجه، يعني الكابتن حمزه الجمل مجلس اداره الاسماعيلي جابه عشان ما فيش فلوس في النادي، وهو والكابتن حسني عبد ربه عملوا الانجاز ويتحسب لهم هم، ما يتحسبش المجلس الاداره. لان مجلس الاداره في يناير صرف كتير قوي على اللعيبه المحترفين وما استفدناش منهم حاجه. هو ده الاسماعيلي اللي كان بيجيب محترفين العالم كله بيتخانق عليهم عشان ياخدهم؟ انا قلت لن ينقذ الاسماعيلي سوى ابناء الاسماعيلي بالظبط. وانت عندك كابتن حمزه من افضل، عندك كابتن حمزه، وعند مش عاوز انسى حد، وكابتن الاماش وكابتن ابو طالب وكابتن حمص وكابتن اشرف خضر وكابتن العجوز. انت عندك كتايب موجوده في الاسماعيلي، واحسن نتائج بيعملها معاهم. واخر اثنين مدربين في المنتخبات كابتن وهبي وكابتن محمود جابر. طب كابتن محمود جابر نتائجه كانت مع النادي الاسماعيلي في 2001 او 2002، وصل نهائي بطوله عربيه، وصل نهائي بطوله افريقيه. كان مع كابتن محمود جابر واحد من ابناء النادي، وشايفين الكابتن محمود جابر عامل نتائج ازاي مع المنتخب. هو دايما ابن المكان هو اللي بيحس بيه، فهم ولاد النادي هم اللي شالوا النادي، بالاخص نادي الاسماعيلي.
اسماعيلي على فكره تعاقد دلوقتي اعلن ضم الايفواري عبد القادر كوليبالي ده هداف الدوري في كوت ديفوار برصيد 13. انا بس عايز اعرض على نادي الاسماعيلي يعني فكره وبسيطه قوي. فكرت هتعرض لاعب على النادي الاسماعيلي؟ انا بكلم الاسماعيلي كان دايما عنده كشافين كويسين قوي. كل الانديه كابتن علاء ما لقاش الاسماعيلي لوحده. لا الاسماعيلي بالذات الاسماعيلي طول عمره كان مدرسه بياخد منه الاهلي وياخد منه كل الفرق. الاسماعيلي بالذات الاسماعيلي قعد 6-7 سنين الاهلي والزمالك فرقه الاهلي والزمالك من الاسماعيلي. طيب اللي كان بيحصل ايه؟ انا دلوقتي انا بجيب لعيبه دلوقتي بتكلفني قد كده ما بستفادش منها وفي اخر ما شايف يناير ومشي اخر السنه. فانا لو عندي 5-6 كشافين انا لو عملت لكل مدرب لكل كشاف منهم 20,000 جنيه. ده المليون اللي تصرف على قطاع الناشئين هيوفر لي 10 و20 مليون جنيه. يا استاذ حضرتك الخمس كشافين دول لو عملت لكل كشاف منهم 20,000 جنيه شهريا في السنه ايه؟ بمليون جنيه. الناس دي هتجيب لي كل سنه 6-7 لعيبه حاجه محترمه. انت عارف محمد صلاح الاسماعيلي ما عندوش دخل. كابتن محمد صلاح في الـ 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 الكشاف اللي جابه بقى مسؤول مقاولين طنطا اسمه رضا الملاح. استاذ رضا الملاح ده واحد من الكشافين اللي عينهم حلوه قوي. ففتره انا كنت موجود في لجنه الكوره في نادي طنطا جبت قلت له خلاص انت في النادي زي ما انت قلت كده اللعيب اللي هتجيبه هيمضي وهنوقعه لك مبلغ كذا. جاب مجموعه لعيبه سنتها اتباعت بملايين. ادي واحد ادي واحد بس موجود يعني اهوت يعني هو اللي جاب الكابتن محمد صلاح في يوم من الايام. بدل ما انا بعتمد على الوكلاء ما في وكيل بيجيب لي لعيب كويس صادق للاسف وفي لعيب وفي وكلاء بيجيبوا لي 10 لا 10 لا فانا ليه؟ طب ما انا اخلي في الناشئ بالذات كشاف عاوز الكشاف الناشئ بالظبط عاوز الكشاف والاسماعيلي غني بابنائه الكوره مليانه في كل حته الكوره مليانه بالظبط وتابع اللعيب مره واثنين وثلاثه واختار. الاسماعيلي ما عندوش موارد ماليه ما عندوش موارد ماليه فكان القصه بتاعته كان الكنز بتاعه لعيبته ناشئين كل أبيع. سنه كان بيبيع 5-6 لعيبه عشان يصرف على الفرقه وبيتنافس. النهارده فين اللعيبه بتاعت الاسماعيلي؟ مفيش. فين ابناء نادي الاسماعيلي؟ لما اتحطت ابناء نادي الاسماعيلي بقى الاسماعيلي عدى فرق كتير قوي. اللي كنا بنقوله اول الفرق الهابطه عنده 36 بونت وفضل 4 ماتشات وخلاص قاعد حاطط رجل على رجل. انا معاك فيه. كابتن عبد الحميد عاوز اخدك كمان لدوري القسم الثاني اللي هو دوري الانديه الشعبيه والجماهيريه اللي بتتكلم عن المنصوره بتتكلم عن الاولمبي بتتكلم عن الترسانه بتتكلم عن انديه الصعيد المختلفه بتتكلم عن طنطا بتتكلم عن بلديه المحله بتتكلم عن الرجاء للاسف دمنهور اللي هبط للقسم الثالث كلها هي انديه المحافظات. ازاي نرتقي بالدوري ده؟ تمام اسمح لي ارد طبعا على السؤال ده بس يعني بما انك انت المحت انك ناوي تعمل ملف او حلقه كامله عن الناشئين وكابتن كابتن علاء القى الضوء على فكره الاسماعيلي وفكره الكشافين. انا عايز بس اقول حاجه ان موضوع الكشافين ده بقى يتعامل في اوروبا دلوقتي تحت كلمه السكاوتنج او اللي هو بيبدا يبص على فكره الكشافه. مهم جدا ان احنا نلقي الضوء عليها ويا ريت في خلال حلقه حضرتك برضو تلقي الضوء على التجربه الجميله جدا اللي عملها نادي الزمالك الموسم الماضي ان هو كان بياخد قطاعات الناشئين بتاعته ويلف بيها المحافظات. اتمنى انها تتكرر المواسم اللي جايه الانديه كلها على فكره بتعمل كده بس المشكله بقى عندك 80% من الانديه دلوقتي اللي يروح عشان يلعب لازم يدفع بيزنس عشان يتسجل بيزنس. لازم يدفع لا. طب انا كموهبه معيش فلوس اروح فين؟ هو لو لحد دفع استمارات القيد او استمارات الاختبار دي مفيش ازمه. لا ده اقل نادي دلوقتي بياخد 5000 جنيه وفي نادي 30,000 وفي نادي 20,000 معمول استثمار في المحافظات يا كابتن مش معمول عشان وفي انديه كمان بتبيع للكابتن علاء تبيع لوسع عبد الحميد تمام وانا مثلا خدته بنص مليون جنيه اجي على اللعيب عاوز تتسجل ادفع 20 ادفع 30 كابتن يعني كلها أزمة. انا استاذنك بس المدارس كلها بتاعت الانديه الكبيره دي كلها فشلت في المحافظات ليه؟ لان النهارده مش مدارس ما كانتش مدارس انا بروح اعمل اختباراتي داخل المحافظات لمده 3 ايام مثلا او لمده يومين ماشي يا دكتور مين اللي بيختار؟ اللي هم القطاع العين الكشاف فين؟ الكشاف فين؟ هو ده هي ديت ما هو مين اللي ما هو ممكن اي حد هات ده عاجبني شافه في لعبه كده لكن انا ببص بشوف على اللعيب هو صغير معلش ما في فرق في الدوري فرق يابانيه كلها اي كره ثابته عليك خطر كره في هجوم مش قادر تتعامل هو كابتن بص يا صاحبي حميد الكابتن علاء قصده ان الكشاف هيتابع اللاعب ده ويوديه للنادي جاهز شو بالظبط زي برضه بعد اختباراتك طبعا فلت منك كم موهبه اجيبها المنصوره دي يا كابتن
منصوره ديفين ايام ياسر الكيلاني وياسر عبد الواحد وياسر تحسين وعمرو الزكي وتامر وليد صلاح الدين وابراهيم حسن وطارق النجار والبشبيشي وكان عز الرجال الله يرحمه وعصام. كان في تاريخ في النادي. فين 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 الفرقه ديت؟ كان ابنائها نادي الاتحاد بلديه المحل بلديه المحل اكرم عبد المجيد باحمد حامد وسامح حمد عماره وياسر رضوان محمد عماره وياسر رضوان وناصر النني لا كان يعني ناصر النني انت عارف اللي كان بيعمل كده كمان الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف في غزل المحل غزل المحل الله يرحمه فتح الله وعبد الشافي والناس دي كلها كانت اكتشافات في عيون كشافه كبيره اللي كان بيجيبه كابتن ابراهيم يوسف ناصر النني بيرشين وبيعه بعد كده بكاس ناصر النني ده كان لعيب كبير اه لا كان كبير قوي يعني الناس شايفه ابنه لا لعيب كبير ناصر كان حاجه ناصر كان اقوى منه كان اقوى وكان لعيب حريف غير عادي يعني في الفتره اللي بتاعت بلديه المحل اللي هم صعدوا في 90 او 91 مع بعض مع الكابتن شعراوي كان 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 جيل عظيم الجيل ده بتاع الكابتن شعراوي. طيب عاوز برضه اخدك في سؤال دور اتحاد الكوره في الاهتمام بقضيه زي دي يكون ازاي؟ اتخيل ان اعتقد الفتره الاخيره في خطوات بتتعمل لتطوير او لرفع الحمل شويه على الانديه. اعتقد اتحاد الكره قال ان هو هيتحمل تكاليف الحكام وتكاليف سيارات الاسعاف وحاجات زي كتيره عشان يحافظ على مسابقات الناشئين ويحاول يطورها واحياء مسابقات تانية داخل قطاع الناشئين بالظبط. اتخيل ان مهم جدا ان احنا عشان نشوف عناصر تبقى سنها صغير شويه يا ريت اتحاد الكره يحط في حساباته ان احنا نلغي مسابقه 21 سنه ويا ريت كمان تبقى 20 سنه يا كابتن. حاجه كمان ان انا ارجع انا بيني وبين كابتن حميد ما ينفعش ناشئ عنده 20 سنه ده 19 سنه ده ميدو لعب وهو عنده 17 سنه في الاول. انا والله العظيم لما قالوا الاهلي هيلعب بالناشئين الاهلي شوف اسماء 22 و23 ولد موجودين في فرقه 2006 اللي انا بتابعها باستمرار تمام عمر سيد معوض ابراهيم وحسام حسن و ده عمر ده اجمد من ابوه والله العظيم. بص كابتن سيد معوض كان لعيب جامد جدا ربنا يحفظه اقوى من ابوه ربنا يحفظه اقوى من ابوه من جده كابتن رمضان. لا عمر ده لعيب قوي يعني تمام. عندنا اسماء محترمه جدا 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 في النادي الاهلي في قطاعات محتاجه تاخد فرصه ده تاخد وتاخد وهي مرتاحه جدا وهي مرتاحه جدا. طب اقول لك على فكره في اتحاد الكوره تنفذوها تكسبوا من وراها ذهب زي الانديه ما بتعمل اختبارات وبتختار المواهب اتحاد الكوره يعمل اختبارات في المحافظات كلها وفي المراكز ويختار المواهب الكويسه قبل ما تستلم مشروع الهدف في دماغك ما نكمل فكره وبعدين اختار المواهب الكويسه قوي واعمل مدرسه الموهوبين هيحصل. طيب بس كمان عشان اضمن اللعيب ده يبقى بتاعي ايه انا هعمل شركه كوره تمام وامضي ومضي ولي الامر ان ده مش هيتسوق غير عن طريقي انا تمام. يبقى اتحاد الكوره هو اللي طلع لنا اللعيبه تحترف بره ويبقى قاسم ما بين اتحاد الكوره والشباب وزاره الشباب والرياضه والرياضه والانديه أنا يعني انا همشي اللعيب من عندي كنادي وهاخد ليا نسبه مثلا 10% في حاله البيع لاي نادي او كلام كده. لا اتحاد الكوره هو اللي ياخدها يبقى انا هطلع عدد غير عادي انا معاك عندي منتخب قوي يبقى عندي منتخب اسم مصر تبص بس مع استلامك لمشروع الهدف عشان يبقى عندك الملاعب والوزاره والإقام. لازم تخش وتدعم دي حاجه يعني ايه الانديه ما بقتش بتدور الانديه دلوقتي عايزه لعيب جاهز لا انا هجيب المواهب دي حتى لو في كل سن عندي من 20 ل 25 او 30 لعيب يبقى ليهم شغل وليهم برامج وليهم حاجات بتشتغل صح لان مش معقول ان انا مراحل النمو بتاعه اللعيب من 11 ل 13 ومن 13 ل 16 ومن 16 من 15 ل 18 اللي هي انفجار في النمو الامور دي كلها لازم يبقى في برامج بتتعمل كل سن ليه شغل في السن الصغير ده بيحتاج الرشاقات والتوافقات والتوازنات والمهاره والامور دي كلها انا بدوس في الحته دي بعد كده ببتدي واحده واحده دي المتخصصين يشتغلوا فيها ويبقى كل فريق معاه مخطط احمال ومعاه مدرب احمال ومتخصصين من كل مكان اتحاد الكره اللي يستفاد بيها وهو اللي طلع اللعبه تحترف عن طريقه دي لو عملها اللاعيبه في مصر كلها هتسيب الانديه وهتروح لان اللعيب كله هيبقى عينه على الاحتراف بره. انا يعني بحكي لك ان انا مع الكابتن محمد وهبه شفت تجربته مع قوام منتخب رائع على فكره برضو الاهلي في مساك احمد عبدين هايل الراجل يعني في الفتره الاخيره كان في اكتر من 50 لاعب عاوز ياخد منهم 3 4 بس يكمل بسم الله ما شاء الله. انا بقيت سعيد بان القماشه كتيره مريحاك ان انت تختار منها. ما انت حاطط وهبه برضه ما تنساش ان وهبه قاعد في الامارات قد ايه
فجاي مع الخبره ومع كل حاجه. اه لا بسم الله ما شاء الله. وهو عينيه كويسه من الناس المخلصه جدا. ايوه هو عينيه كويسه ومدرب كويس. ومع كابتن مؤمن ابو غفار ومع كابتن عصام عبده ويوسف طاهر جهاز على اعلى مستوى. والفتره اللي اشتغل فيها في الاسماعيلي لو ادوا له الفرصه كان عمل لهم فرقه كويسه. انا معاك. ادي مدربين الاسماعيلي مع المنتخبات عندنا عاملين حاجات كويسه. فين؟ انا معاك. ومهم برضه يا دكتور فكره ان احنا ندور على اليه لفتح باب الاحتراف للاعيبه الناشئين. ده دي مهمه جدا. ما هي عشان كده بقول المنتخب يا كابتن. دي مهمه جدا. يعني لازم الانديه تساعد في الامر ده. تساعد وبعدين احنا بنناشدهم ليه؟ هو انت لما هيطلع عندك عدد كبير من المحترفين هيبقى عندك ثلاث سيناريوهات يا دكتور. يا يكمل ونبقى نفسنا نشوف كده حاجه زي محمد صلاح. يا يرجع لك تمام بعد فتره ويبقى زي مين؟ يبقى زي احسن لاعب في الدوري السنه دي احمد زيزو. هو احمد زيزو راجع ليه وواقف على رجله ليه؟ لانه متاسس في اوروبا صح. صح. بعد ما طلع من وادي دجله واحترف فتره ورجع رجع لك بقى نجم من يا يفشل مش مشكله السيناريو الثالث يفشل مش هتخسر حاجه. طب قبل انما ما تروح انت عندك السيناريو الاخير زيزو مكمل ولا على الزمالك بنسبه كبيره مكمل. وبعدين هو فكره ان الشرط الجزائي انا طبعا طبيعه المقدمه بتاعت حضرتك في ده بسيط الولد مش حابب ان هو يخرج من دوت هو مرتاح في نادي الزمالك. ما انا قلت لك لو خرج هيكون من خلال بوابه الزمالك. من خلال بوابه نادي الزمالك وده شيء يحترم جدا ويحترم من اللاعب ومن والده كمان. ووالده اعتقد يعني نقدر نقول هو اللي بيدير شويه في الملف بتاعه معاه. اعتقد ان زيزو يا اما هيكون مكمل يا اما هيخرج من خلال اداره نادي الزمالك وبالاتفاق مع الاداره. الزمالك فيه بس هو مستنيين بس يحطوا الرتوش الاخيره بقى على قصه القيد وبيبداوا بقى فتره الانتقالات اللي جايه. الفتره اللي جايه ربما يكون في صفقات كتيره ترضي جمهور نادي الزمالك. عارف يا دكتور ابرزها مين من وجهه نظرك؟ اسماء يعني محدده. هو في تعاون واضح ومثمر مع البنك الاهلي مش في اسم معين بس ربما يكون احمد ياسين في الصوره ربما يكون محمد هلال في الصوره. بس في تعاون واضح بين اداره الزمالك والبنك الاهلي في الفتره اللي جايه. في اسماء من ضمن بيراميدز سواء اللي انتهت في حد ممكن هيتنقل من الزمالك للبنك الاهلي؟ اللي نقدر نقول اللي هم مش خارج اللي خارج حسابات الزمالك واولهم رزاق سيسي ربما يكون في الصوره. وقد يكون عمر السعيد مهاجم الفريق. ربما يكون في مع بيراميدز زي ما قلت لك سواء اللي انتهت عقودهم سواء بقى احمد ايمن منصور احمد توفيق اذا كانت الدنيا هتمشي ولا لا. او ربما يكون في برضه صفقه ليه ايمن احمد منصور ايمن منصور احمد ايمن منصور احمد منصور. ليه ابتعد عن التشكيل في نادي بيراميدز خلال الموسم الماضي بعد ما كان اساسي اختيارات فنيه في المقام الاول بس اسامه شغال كويس مع علي كبر. يعني هو بيلعب في الحتتين سواء المساك او الباك الشمال والمنطقتين دول يعني في الديفندر اسامه جلال ماشي كويس زي ما كابتن علي بيقول وهو علي جبر وسام جلال ممكن نلاقيه في الاهلي الموسم القادم مطلوب ده هيبقى نجم منتخب مصر يعني السنين اللي جايه. هم طالب يعني اللي اعرفه ان اداره الاهلي اتخضت فعلا بيراميدز في القصه دي. وبعدين العلاقه مع الاهلي وبيراميدز في الفتره الاخيره تحسنت كثيرا وربما يكون في برضه تعاون في الفتره عبد الله سعيد ممكن يكون في الزمالك. عبد الله مكمل في بيراميدز بنسبه كبيره ما طلبش هو يروح الزمالك. وارد يروح يا كابتن. عبد الله محتاج الزمالك اكتر من الزمالك محتاج عبد الله. يعني عبد الله محتاج انه يختم ينهي حياته. هو الموقف اللي عمله النادي الاهلي بحجز على الارصده بتاعته خلت عبد الله يفكر يروح الزمالك. قبل كده ما كانش يفكر وقبلها والله يا كابتن علاء فكره ان انا يبقى ليا ظهير جماهيري وان انا اختم في نادي كبير كابتن. وبعدين انا باصص لقدام هدرب فين يا كابتن هبقى موجود فين النهارده عبد الله سعيد بياخد كام في بيراميدز؟ اروح الزمالك اخد كام؟ معلش ما خلاص انا ممكن اتغاضى عن ده في اخر موسم ليا لان عبد الله احنا بنتكلم في اخر موسم. وعبد الله بص عبد الله في مكانه واحد من احرف احسن سنين عمره الثلاث سنين اللي شغالهم صراحه صحيح شايل الدنيا كلها صراحه يعني احسن سنين عمره. الفكره بتاعت اللي انا بقول لحضرتك عليها ان الاتحاد الكوره هو اللي يختار المواهب. يبقى انا اللعيبه دي هطلع احتراف بره عن طريق اتحاد الكوره بعقود رسميه. طب اللعيب اللي مش هيحترف ابتدي ابيعهم للانديه واحط شروط كمان انت لما تبيع بقى لاتحاد الكوره ل 10% اعمل شركه. يبقى انا استفدت بكل اللعيبه عندي مش اللي ما احترفش يبقى خلاص اللعيبه دي ما تنفعش. لا يبقى اللعيبه دي هبقى ابتدي ابيعها للانديه واستفاد منها. يبقى بكمل الفكره كده. تمام. طبعا انا سعيد جدا بهذا الحوار الممتع لكن سؤالي الاخير يعني هسيب لك الرساله اللي انت توجهها يا كابتن عبد الحميد كما تشاء ولاي مسؤول. رسالة لكل المسؤولين وتحديدا المسؤولين في الاهلي وفي الزمالك باعتبارهم ان هم اكتر انديه جماهيريه حاليا. الوسط الرياضي محتاج تهدئه اكتر في الفتره اللي جايه مش محتاج ان احنا
نخش في مرحلة الفتن أو التعصب، وخصوصا أن احنا كمان نفسنا نشوف المشهد الجميل اللي بدأنا نفرح بيه وعودة الجمهور في المدرجات في الدوري المصري وفي الكرة المصرية، محتاجين يزيد ال5000 دول، محتاجينهم السنة الجاية إن شاء الله يبقوا 10000 إن شاء الله، نشوف الموضوع ده. فيعني رسالة للجميع أن احنا نلجأ بقى للتهدئة في على مستوى كل الأصعدة، وإن شاء الله ده يكون موجود في الفترة اللي جاية. رسالتك كابتن علاء؟ رسالتي إن مصر أهم من أي نادي، وإحنا كلنا كأندية بنشتغل عشان اسم مصر يبقى كبير، فإحنا لازم نحط اسم مصر الأول وبعد كده الأندية، لازم يبقى فيه هدوء عشان مصر أكبر من أي حد. ومصر مش يعني إحنا في فترة دلوقتي بعيد عن البطولات بالنسبة للمنتخبات، لكن إحنا تاريخ، إحنا واخدين 7 بطولات، ده غير بطولة العرب وغير بطولات كتير، فإحنا مصر أكبر من أي حاجة، فلازم كله يهدى ولازم كله يبقى سند لاتحاد الكورة. ما نقعدش ننتقد، انتوا السنة اللي فاتت انتوا اللي اخترتوا شكل الدوري، سيبوا الاتحاد هو اللي يختار حسب الماتشات اللي عنده كمنتخبات، حسب الماتشات اللي عنده في البطولة اللي هي الجديدة دي، حسب دوري أبطال الدوري المصري، يشوف الأجندة عنده إيه وهو اللي يقرر. وكلنا سمعنا وطعنا اتحاد الكورة، لازم كلنا، هو ده كبير العيلة اللي احنا كلنا لازم نسمعه. وبكل تأكيد زي ما قال الكابتن علاء، هي علاقة احترام متبادلة ما بين الاتحاد الأب الشرعي لكل الأندية والذي يسعى جاهدا إلى الارتقاء بمنظومة كرة القدم. بالمناسبة طبعا تم استقالة الكابتن عصام عبد الفتاح، بوجه له الشكر في نهاية حلقتي. كل إنسان بيبقى له إيجابياته وبيبقى له سلبياته، كابتن عصام بذل كل ما لديه من جهد من أجل تطوير التحكيم المصري خلال فترة توليه لرئاسة لجنة الحكام. الأخطاء واردة في كل دوريات العالم، لكن احنا هنا محملينها بزيادة شويتين. زي ما قال كابتن علاء، قال احنا عايزين منتخب مصر هو اللي يكون في المقام الأول، ومن بعده تأتي الأندية، يأتي الأهلي، يأتي الزمالك، يأتي الاتحاد، يأتي المصري، يأتي الإسماعيلي، المحلة كل الأندية بلا استثناء، لكن تظل الأندية هي المعين الأول للمنتخبات في كافة الأعمار السلية. مرة تانية شكرا كابتن عصام عبد الفتاح على كل ما قدمته لتحكيم مصر خلال الفترة القادمة، بالتوفيق لجلاتنبرج خلال الفترة القادمة إن شاء الله. الأسبوع القادم حلقة جديدة من ملعب البلد. بشكر طبعا كابتن علاء نوح نجمنا الكبير، شرفتنا ونورتنا النهاردة. ده اللي بتشرف بوجودي معاك يا دكتور دايما، ويا رب نكون كنا خفاف على المستمعين. يعني كابتن عبد الحميد فراج ناقدنا الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا ونورت الدنيا كلها، وسعيد بهذا الحوار الممتع معاك النهاردة. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وسعيد جدا أن كنت في ضيافتك وبصحبة طبعا كابتن علاء، قامة كبيرة في التدريب، وكنت سعيد جدا في ضيافتكم. بتمنى أن أكون كنت ضيف خفيف على مشاهدي قناة صدى البلد. وأنا في النهاية بشكر زميلي العزيز أحمد فاروق المذيع اللامع اللي كان موجود مكاننا الأسبوع الماضي لسفرنا مع منتخب مصر 2006 في السعودية، بشكره شكرا جزيلا. الأسبوع القادم حلقة جديدة، حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.